بحب ابدا انا الكورس بتاعنا بالسلايد الاولانيه اللي هي F5 Solutions for Application World. Solution for Application World يعني F5 بتدعي ان هي السوليوشنز بتاعتها او البرودكتس بتاعتها دي معموله للابلكيشنز بتسيرف الابلكيشن. الناس دول عندهم حق. انا طبعا مش شغال في F5، يعني انا شغال او اشتغلت في فيندورز واشتغلت في انترناشونال انتجريتي وكده، بس انا شغال في F5، يعني انا مش بماركت F5 يعني. بس هم الناس دول فعلا اللي هم بيقولوه الفيجن بتاعتهم والسلوجان اللي هم واخدينه سوليوشنز فور ابلكيشن وورلد هم عندهم حق فيه او بيحاولوا يطبقوه فعليا، لان هم عندهم بورتفوليو محترم وكل بورتفوليو بتاعهم بيخدم فعلا الابلكيشنز اللي عندك في النتورك. عندهم اكتر من سوليوشن زي ما قلنا، مثلا البيج اي بي ال تي ام، ال تي ام ده اسمه لوكال ترافيك مانجر، اللي في الماركت كده بنسميه لود بالانسر، بس هو اكتر من لود بالانسر، هو مش بس موزع لللود، مش بس الترافيك بيجي عندي من اليوزرز المختلفين اللي بيستخدموا الابلكيشن بتاعي، والراجل ده وظيفته ان هو يوزع اللود او يعمل لود بالانس للترافيك على اكتر من سيرفر عشان يحسن البرفورمانس. هو بيعمل ده ودي وظيفه مهمه من الحاجات اللي هو بيعملها، بس هو بيعمل حاجات تانية اكتر كمان هنعرفها في الكورس. فالراجل ده لما يوزع اللود من اليوزرز الكتير، عندك الاف لو انت مثلا مؤسسه حكوميه او بنك في اي مكان في السعوديه في مصر، وعندك ابلكيشن مهم ناس كتير جدا مواطنين كتير او يوزرز كتير بيخشوا عليه، عادة ما بيبقاش ابلكيشن واحد بس، سيرفر واحد بس هو اللي شغال، لا ده بيبقى اكتر من سيرفر. يعني ما ينفعش تحط سيرفيس مهمه لليوزرز بتوعك بتوع البنك على سيرفر واحد، فبتوزعهم على اكتر من سيرفر، السيرفرز دي كلها بتبقى شايله نفس الكونتنت وشايله نفس الابلكيشن، شايله نفس الويب ابلكيشن او الاف تي بي ابلكيشن او الداتابيس ابلكيشن، ايا كان الابلكيشن اللي احنا بنتكلم عليه. تحط قدامهم الاف 5 اللي هو الراجل بتاعنا، والراجل ده يعمل لك توزيع لللود، هيجي الاف اليوزر، 100,000 يوزر، مليون يوزر هيخشوا على الابلكيشن بتاعك كل يوم. الناس دول بيبعتوا ريكوستات كتير جدا، يجي الـ F5 بقى الـ LTM بتاعنا ده يوزع اللود ده، يقول لك ايه، انا هستقبل انا كل الريكوستات اللي جايه من اليوزرز دول واوزعهم على اكتر من سيرفر. ده يعمل ايه؟ ده يعلي البرفورمانس بتاع مين؟ بتاع الابلكيشن، يبقى سوليوشن فور ابلكيشن وورلد. كمان يعمل ايه؟ يعمل هاي افيلابيليتي. يا لو سيرفر من السيرفرات بتاعه الابلكيشن وقعت، ايه اللي يحصل؟ الـ F5 يقول لك خلاص الراجل ده ريح، الراجل ده السيرفر ده وقع، خلاص مش هبعت عليه اي ريكوستات من اليوزر. طب فين اللي قايمين؟ ده عنده اخين قايمين او سيرفرين تانيين قايمين، هبعت عليهم الترافيك اللي جاي او الريكوستات اللي جايه. يبقى عمل لك هاي افيلابيليتي. هاي افيلابيليتي لمين؟ برضو للابلكيشن بتاعك. فيبقى الال تي ام فعلا محقق الفيجن او محقق السلوجن بتاع الناس دي، ان هو كلوكال ترافيك مانجر او لود بالانسر او ابلكيشن ديليفري كنترولر، كل الاسامي دي هي حاجه واحده، هو ال LTM بتاع F5. ليه ثلاث اسماء: لود بالانسر، LTM، ابلكيشن ديليفري كنترولر. كل ده نفس الحاجه، بيعمل سوليوشن فور ابلكيشن وورك، بيعلي الافيلابيليتي وبيحسن البرفورمانس واليوزر اكسبيرينس بتاعه اليوزر بتوعك. فالناس فعلا الحاجه اللي هم قايلينها مطبقينها في موديول منهم. طب عندهم موديول ثاني اللي هو الجي تي ام اللي احنا برضو هنكفره، ده جلوبال ترافيك مانجر. جلوبال ترافيك مانجر ده بيعمل ايه؟ بيعمل برضو نفس اللي اخوه بيعمله ال تي ام، اللوكال ترافيك مانجر، بس على مستوى جلوبالي. يعني ايه على مستوى جلوبالي؟ الاولاني اللوكال ترافيك مانجر كان الترافيك بيجي على سيرفر معين، ترافيك بيجي على سيرفر معين او على ابلكيشن معين موجود عندك في داتا سنتر واحد، تمام، او في اتنين داتا سنتر. بس ده الراجل ال تي ام ده بيشيل سيرفيس معينه، بيشيل سيرفيس معينه. يعني ايه؟ يعني الناس اللي راح تكلم الويب ابلكيشن دي بيكلموه ايه؟ بيكلموه ويب ترافيك، يعني اتش تي تي بي ترافيك. يعني بيروحوا يكلموا اللوكال ترافيك مانجر بتاعنا ال تي ام اللي عليه السيرفيس دي، وهو يوزع اللود بالنيابه عنهم، يبعت الترافيك بتاعهم للسيرفرات اللي وراه. طب الجي تي ام، الجي تي ام ما بيعملش كده. الجي تي ام الجلوبال ترافيك مانجر بتاع اف 5 ده ما بيبقاش عليه الاكشوال ترافيك بتاع الابلكيشن، يعني هو ما بيتحطش عليه اي حاجه بتمثل الابلكيشن خالص. هو بيساعد الابلكيشن وبيحسن البرفورمانس بتاعه عن بعد جلوبالي كده من فوق. ازاي؟ عن طريق ان هو بيتحكم في الدي ان اس كويريز اللي بتتبعت عشان توصل للابلكيشن.
عارفين ان اي حد بيجي اكسس اي ويب اي ويب ابلكيشن مثلا، اول ما بيكتب الويب سايت تفتح كده www.f5.com وتكتبه في البراوزر، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل دي ان اس كويري. الدي ان اس كويري دي تروح للدي ان اس سيرفر من البي سي بتاعك. البي سي بتاعك يبعت دي ان اس كويري توصل للدي ان اس سيرفر. الدي ان اس سيرفر ياخد الدي ان اس كويري يقول لك انت عايز تروح لf5.com، طب خد الاي بي بتاعه اهو. الاي بي ده يوصل للماشين بتاعتك، تقوم الماشين بتاعتك عامله كوميونيكيشن مع f5 ويب سايت ومكلماه. فالجي تي ام بيقوم هنا محل الدي ان اس سيرفر، هو اصلا دي ان اس سيرفر، يعني هو دي ان اس سيرفر يعتبر، بس مش ليجاسي دي ان اس سيرفر بقى اللي هو ايه التعبان اللي ما بيعملش بقى الفانكشن بتاعت اف 5 جي تي ام او اف 5 دي ان اس. لا، ده بياخد الدي ان اس كويري دي ويقول لك ايه، انت عايز تروح لاف 5.com او عايز تروح لموقع المؤسسه الفلانيه او عايز تروح لموقع البنك الفلاني. طيب انا هعمل حاجه ظريفه، انا هديك البيست انسر، يعني انا هبعتك على السيرفر اللي انا شايف ان هو احسن سيرفر ليك او اقرب سيرفر ليك، فيبعت لك اي بي بتاع سيرفر كونفيجرد عنده ان هو شايل السيرفيس دي. يعني هو الدي ان اس بيبقى عارف انت مثلا رايح تكلم f5.com او abc.com، اديني الاي بي لو سمحت، فيقول لك خد الاي بي ده. هو عارف انهي سيرفرات عنده عليها الكونتنت دي او عليها الويب ترافيك ده. طب الويب ترافيك راح للجي تي ام؟ لا، الويب ترافيك ما راحش للجي تي ام، الويب ترافيك البي سي بتاعك بقى بياخده ويبعته للسيرفر بتاعه، والسيرفر اللي عليه abc.com او f5.com ده هو اللي هاندل الترافيك. طب لو abc.com او f5.com دول قدامهم ال تي ام، ال تي ام بيستقبل الترافيك ويوزعه على اكتر من سيرفر، فال تي ام بيجي له الاكشوال ترافيك بتاع السيرفيس وبيلود بالانس على السيرفرات اللي وراه. الجي تي ام، الجي دي ام بيجي له الدي ان اس كويري وبيختار لك السيرفر الاحسن ليك، لان هو ممكن يكون اصلا f5.com ده موجود في اكتر في حته من داتا سنتر في العالم، موجود واحد في امريكا، موجود واحد في اليابان، موجود واحد في مصر مثلا. يروح ال f5 جي دي ام يقول لك انا هبعت لك السيرفر، انت جاي تاكسس من السعوديه، يبقى انا هبعت لك اقرب سيرفر ليك، هبعت لك الاي بي، انت بعت لي دي ان اس كويري وبتسال على اي بي بتاع ويب سايت، هبعت لك الاي بي بتاع الويب سيرفر بتاع مصر لان ده اقرب واحد ليك، فيروح باعت لك الاي بي بتاع السيرفر بتاع مصر. طب لو واحد من اليابان بيأكسس، يبعت دي ان اس كويري للجي تي ام، الجي تي ام يقول له طيب انا هبعت لك اقرب اي بي اللي هو السيرفر بتاع اليابان. تمام، يبقى الراجل الترافيك بتاع الويب ترافيك ما بيروحلوش، هو بيروح له الدي ان اس كويري، وهو عن طريق ان هو واقف فوق كده جلوبالي من فوق شايف الدنيا من فوق بالدي ان اس كويري وبيتحكم بالدي ان اس بروتوكول، بيبعتك على اقرب سيرفر شايل الكونتنت بتاعتك. الكونتنت بتاعتك دي ممكن تكون ويب، ممكن تكون اف تي بي، ممكن تكون اي حاجه ثانيه. تمام، فالراجل بيعمل ايه في الحاله دي؟ بيحسن البرفورمانس لانه بيبعتك على اقرب سيرفر ليك بتاع الابلكيشن بتاعك، وكمان بيعلي الافيلابيليتي. لو واحد من اليابان داخل بعت دي ان اس كويري للجي تي ام او الاف 5 دي ان اس وقال له لو سمحت انا عايز اوصل للسيرفر الفلاني، والسيرفر الفلاني ده F5 GTM يبص يلاقي ان هو عايز يوصل للدي ان اس او باع الدي ان اس كويري على سيرفر F5.com او ويب سايت F5.com او ABC.com. طيب ABC.com ده في كام سيرفر بيهندله او في كام سيرفر بيسيرفه؟ في 1 2 3، واحد في اليابان، واحد في مصر، واحد في US. طيب ابعت مين؟ ابعت لك انهي اي بي؟ ابعت لك بتاع اليابان. طيب طب بتاع اليابان واقع، طب انا عرفت منين كجي تي ام ان بتاع اليابان واقع؟ عرفت كجي تي ام ان بتاع اليابان واقع لان انا بمونيتور على السيرفرات دي. اوكي، طيب يبقى هبعتك بتاع اليابان واقع، هبعتك على مصر. بتاع مصر واقع، هبعتك على US. يبقى برضو حليت مشكله الهاي افيلابيلتي او زودت الهاي افيلابيلتي. الترافيك ما بيجريش ك F5 DNS، الترافيك بتاع الويب كونتنت او الترافيك بتاع الاف تي بي سيرفر او الداتابيس سيرفيس ما بتوصليش، انا بيوصل لي الدي ان اس كويري بس. عن طريق الدي ان اس كويري اقدر اوجه الترافيك في الحته اللي انا عايزها واقدر ابعتك في اي حته. كمان بيستخدموه مثلا في الديزاستر ريكفري، لما بيكون عندك ويب سايت او ويب ابلكيشن مهم جدا موجود في المين داتا سنتر بتاعك وفي الدي ار بتاعك. طيب الداتا سنتر كله وقع لا قدر الله بضغطة سر، انت حتى مش محتاج تعمل اي حاجة، كل الناس اليوزرز بتوعك من غير ما انت تحس تماما، الداتا سنتر بتاعك كله حصل فيه مشكلة لا قدر الله، من غير ما اليوزر اصلا يحس الدي ان اس كويري بتوصل للجي تي ام، الجي تي ام بيحولك على الداتا سنتر سيرفيسز اللي هي عليها نفس السيرفرات قايمه هي مستنية اللي يروح يجيب منها كونتنت او ياكسسها، لان الدي ان اس شاف
ان الدي ان الويب سيرفرز او الكونتنت سيرفرز اللي موجوده في الداتا سنتر بتاعتك ما بقتش ريتشبل، وقعت. فلما حد يوصل له دي ان اس كويري وعايز يوصل للسيرفرات دي، اكيد مش هبعتك على السيرفرات اللي وقع، هديك الاي بي هات بتاعه السيرفرات اللي قايمه، فيقول لك اتفضل روح اكسس السيرفرات دي هي اللي قايمه دلوقتي. فمن غير حتى ما اليوزر سيملسلي كده، من غير ما اليوزر يحس، عمل لك دي ار، عمل لك دي ار ايه سويتش او فيل اوفر على الدي ار بتاعك من غير ما تحس باي حاجه. تمام. فده الجي تي ام بيعمل نفس الكلام اللي الناس بتقوله. طيب عندهم سولوشن اسمه الواف. تمام. حد عنده مشكله في الصوت يا جماعه؟ الناس سامعاني كويس؟ الصوت واضح يا مهندس. تمام. لو حد عنده مشكله في الصوت يا ريت يديسكونكت ويكونكت تاني. يعني الناس بتشتكي ان في مشكله في الصوت، اكيد المشكله عندهم، فممكن يديسكونكت ويرجع تاني. طيب عندهم موديول تاني اسمه الواف او الادفانسد واف. الراجل ده بيعمل سيكيورتي، بيعمل سيكيورتي على مستوى الويب ابلكيشن. برضو عندك ويب ابلكيشن محترم، اونلاين بانكينج بتاع بنك، مؤسسه برضو حكوميه او مؤسسه معينه عندها ابلكيشن كريتيكال جدا وناس كتير بتخش عليه، يبقى الراجل ده بيتحط الموديول بتاع F5 اللي هو الادفانسد واف ده قبل الابلكيشنز دي ويحميها من الاتاكس. احنا عارفين طبعا كل شويه يحصل اختراقات وبريتشز واتاكس ورانسام وير، الراجل ده دوره موجود لحمايه الويب ابلكيشن من الاتاك ومن من الاختراقات اللي ممكن تحصل عليه، خصوصا لو الويب ابلكيشن بتاعك ده فيري كريتيكال او اسيت مهمه زي مثلا اونلاين بانكينج سيستم، ما ينفعش حد يخش عليه يحول منه فلوس لنفسه او يعمل اختراق ليه ويسرق بيانات العملاء او. فالراجل ده محطوط عشان الكلام ده. برضو الواف سولوشن او الويب ابلكيشن فاير وول بتاع اف 5 برضو حمالك الابلكيشن، يبقى سولوشن فور ابلكيشن وول. عندهم اي بي ام، الاي بي ام ده ايه وظيفته؟ ده اوثنتيكيشن، او ده الاي بي ام بيعمل سنترلايز او اكسس بوليسي مانجر للسنترلايز اوثنتيكيشن. عاده دلوقتي اي حد عنده ابلكيشن بيخلي الناس تخش عليه بيوزر نيم وباسورد، الا لو هو يعني ابلكيشن يعني كده ايه انفورميتيف، يعني شويه معلومات. معظم الابلكيشن الناس بتستخدمها دلوقتي بيبقى فيها يوزر نيم وباسورد، لازم اعرف انت مين وجاي تاكسسني ليه، فلازم تخش دخل يوزر نيم وباسورد عشان افتح لك الابلكيشن ده او افتح لك الويب سايت او افتح لك وات ايفر ايه الابلكيشن انت بتخش عليه. فعاده لما انت الاف اليوزر بيخشوا في نفس اللحظه، ناس كتير بتخش توثنتيكيت، الاف 5 ممكن يقف في النص، الاي بي ام بقى في الحاله دي الموديول الرابع يقف في النص يقول لهم اثبت ان انت فاليد يوزر، فدخل يوزر نيم والباسورد. بتدخلها فين؟ بتدخلها في الاف 5 بيج، يعني الاف 5 واقف في النص بقى، الاف 5 قبل السيرفرات بتاعتك. شايفين ان الاف 5 كل مره هو واقف قبل الابلكيشن، كانه كده بيعمل ايه؟ بيعمل وسيط، سمسره، حمايه، حسب بقى انت بتتكلم على انهي موديول. هو الراجل واقف في النص، هو على فكره هو فعلا بروكسي، هو بروكسي يعني وسيط، دايما واقف قبل الابلكيشن، ياخد الريكوستات بالنيابه عنك، يعمل شويه خدمات، يعمل لك مصلحه، وبعد كده يظبط لك الترافيك للابلكيشن بتاعك او يبعته للابلكيشن بتاعك. بس طبعا الخدمات اللي بيعملها لك دي بيحسن لك بيها الافيلابيليتي والبرفورمانس واليوزر اكسبيرينس والكلام ده كله. فالاي بي ام بيستقبل الريكوستات اللي جايه من اليوزر، يقول له اثبت ان انت فاليد يوزر مثلا، اليوزر يدخل يوزر نيم والباسورد بتوعه، الاف 5 اي بي ام يروح يكلم الاوثنتيكيشن سيرفر، يروح داتابيس سيكوال مثلا او ريديوس او اكتيف دايركتوري، يقول له لو سمحت اتاكد اليوزر ده فاليد يوزر، فيقول له ار يوزر ده فاليد، فالاف 5 يسمح لك ان انت تاكسس الابلكيشن. اند ميني ميني مور، هو عنده فيتشرز كتير بس ده يعني فيري فيري سمبل اوفر فيو عنه. فتاني برضو عمل لك سيكيورتي فيتشر للابلكيشن بتاعك. فزي ما انت شايف، ولو قعدنا نتكلم على كل الموديولز بتاعتهم هتلاقي ان الموديولز بتاعتهم بتامباكت جامد جدا، او فعلا بيبقوا هم عاملين الموديولز بتاعتهم والتارجت فعلا ان هم يحسنوا اداء الابلكيشنز بتاعتك، ومش مجرد تحسين اداء بس للابلكيشن، لا هو فعلا بي افكت جامد اليوزر اكسبيرينس والبرفورمانس والهاي افيلابيلتي بتاعت الابلكيشن بتاعتك. طيب تعال نشوف بقى الاجنده اللي احنا هنشتغل عليها. حد عنده استفسار في الجزء اللي فات ده؟ اي استفسار؟ احنا ما قلناش حاجه، بس يعني لو حد عنده اي استفسار. طيب لو سمحت يا باشمهندس، اتفضل استاذنك، بس احنا دي اول علاقه لينا بالاف 5، لو تكلمنا شويه عن المنافسين ليه في السوق، فرص العمل بتاعته عامله ايه، يعني هنت بسيط كده عن مكانته في السوق، ليه منافسين ولا لا،
بيطلب في حاله ايه، او يعني هو يعتبر مكمل للفايرولز اكتر ولا مكمل لايه بالظبط؟ هنتكلم عن هنكفرها هنكفر اللي انت بتقوله ده بالظبط كمان 3 سلايد. طيب تمام، شكرا. تمام، العفو. طيب تعال نشوف كده الاجنده. اول حاجه هنتكلم عنها هي الاف 5 نتورك. اف 5 دي مين؟ تعمل ايه؟ ايه المنافسين بتوعها في السوق؟ هي رقم كام وايه وموقعها دلوقتي في الماركت؟ بعد كده هنتكلم على البيزك ديفايس ادمنستريشن، الديفايس بتاعنا ده عشان ابدا اشتغل عليه اول مره، البيج اي بي ابلاينس. طب هو ابلاينس واحد بس، موديول واحد، او ابلاينس واحد، برودكت واحد، هاردوير واحد يعني، ولا في منه في امز، في منه هاردوير؟ طب الهاردوير دول ايه انواعهم؟ طب لما انا اجي اشتغل عليه اول مره، ايه اللي انا محتاج اعمله؟ ايه اللي محتاج اخد بالي فيه او اخد بالي منه وانا بعمله انستوليشن؟ بعد كده هتكلم على النتورك كونفيجريشن. عملت البيزك انستوليشن بتاع الراجل، عملت لايسنس مثلا، عملت بروفيشننج، اكتفت موديولز معينه. احنا عمالين نقول ان في اكتر من موديول، ممكن انا ما كنتش مشغل كل الموديولز دي، انا عايز منهم واحد اثنين فقط، يبقى انا هشتغل بالحاجات دي الباقيه ليه؟ يبقى اكتفت الموديولز اللي انا عايزها. بعد كده ابدا اعمل بقى النتورك كونفيجريشن عشان اوصله في النتورك بتاعتي، واحطه في النتورك بتاعتي في انهي سيكشن، او احطه في النتورك بتاعتي فين بالظبط، يعني في الدي ام زي، ولا احطه قبل الفاير وول ولا بعد الفاير وول، على حسب انا عايز اشتغل بيه ازاي. اعمل له اي بي واحط في لانز واعمل له واوصله بالنتورك بتاعتي زي ما انا الديزاين بتاعي عايزه. وبعد كده ابدا بقى اشتغل عليه كموديول، او كراجل مثلا ال تي ام عايز يشتغل معايا لوكال ترافيك مانجر او لود بالانسر، ابدا اشتغل او اشغله معايا في النتورك از جي تي ام، از واف. خلاص عملت البيزك سيت اب، ريسورس بروفيشننج، لايسنس، ان تي بي، اس ام بي، نتورك كونفيجريشن، اتش اي لو عايز، كل ده بتعمله. وبعد كده تبدا بقى تشغل الموديول بتاعك. فعشان كده اول ما ظبطنا الحاجات اللي هي البيزك سيت اب اللي في الاول، خلاص احنا كده ريدي ان احنا نشتغل بقى على الموديول بتاعنا الاولاني اللي هو ال تي ام، اللي هو اللوكال ترافيك مانجر. اللوكال ترافيك مانجر بتاعنا هو اللود بالانسر، بيشتغل زي ما انت شايف كده بلود بالانسنج تكنيك، عنده لود بالانسنج كونسبت ولود بالانسنج ميثود، عندي اكتر من طريقه. الراجل ده بيشتغل از لود بالانسر، بيقدم خدمات للابلكيشن بتاعي ويوزع الترافيك عليهم. فبيوزع عليهم الترافيك ازاي؟ باكتر من طريقه، هنعرف ايه الطرق دي. طب هو بيوزع الترافيك ده على السيرفرات اللي وراه وعلى الابلكيشنز اللي وراه، مش هو محتاج يوصل للسيرفرات دي ويتاكد اصلا السيرفرات دي قايمه ولا لا، ولا يبعت لهم كده عمياني من غير ما يعرف السيرفرات دي قايمه ولا لا؟ طب ما كده الراجل ده بكده بيوقع لي الافيلابيلتي، مش بيعلي لي الافيلابيلتي. فلازم يمونيتور على السيرفرات اللي ورا دي اللي شايله السيرفس المعينه اللي انا عايزها عشان يتاكد ان هم قايمين. ولو سيرفر منهم وقع خلاص ما يبعتش عليه حاجه، لو رجع قام تاني يبدا يبعت عليه وهكذا. فلازم يعمل مونيتور. هنعرف الكونسيبت بتاع المونيتور ده بيشتغل ازاي. بعد كده هنعرف برضه لسه مكملين في حته اللود بالانسنج وريفرس بروكسي. حته الريفرس بروكسي دي هو الاف 5 بتاعنا يعتبر از بروكسي، زي ما اتفقنا كلمه بروكسي يعني وسيط، هو واقف في النص ما بين اليوزرز بتوعك بتوع الابلكيشن وما بين الابلكيشن سيرفرز اللي ورا، وعمال يستقبل الترافيك ويبعته لل يوزر. هتقولي طب ما الراوتر بيعمل كده، الراوتر بيستقبل الترافيك وبيراوت الترافيك يوصلها لليوزر او للسيرفرز، يستقبل الترافيك من الكلاينتس يوصلها للسيرفرات اللي وراه. ايوه الراوتر بيعمل كده، بس الراوتر مش بروكسي. ليه مش بروكسي؟ لان الراوتر جاست بس بيسويتش الترافيك، بيراوت الترافيك، انما مش بيترمينيت الكونكشن. يعني ايه ترمينيت الكونكشن؟ يعني الكلاينت جاي بيكلم مين في الحاله دي؟ هل الكلاينت بتاعك الديستنيشن بتاعه الديستنيشن بتاعه هو الراوتر نفسه؟ لا، الكلاينت راح يكلم السيرفر اللي ممكن يكون ورا الراوتر، وممكن يكون ورا الراوتر بكذا هوب، وممكن يكون ورا الراوتر بسويتش واثنين وثلاثه. تمام، فالراوتر مش بيترمينيت الكونكشن، يعني الديستنيشن بتاع الترافيك اللي خارج من الكلاينت مش رايح يكلم الراوتر سبيسيفيكلي، لا، هو الترافيك وصل للراوتر، فالراوتر بيبص على الباكت كده، اه انت رايح تكلم كده، طب اخرج من الانترفيس ده بس كده. هو ده اللي بيعمله الراوتر، بيفورورد الترافيك بس، انما لا بينسبكت الترافيك ولا بيغير فيه ولا يقدر يابلاي اي موديفيكيشن على الترافيك، لان هو اصلا الراوتر ما بيشوفش، يعني ما يقدرش يموديفاي ترافيك غير اب تو لير 3، او ما بيشوفش في الترافيك غير اب تو لير 3 يعني المفروض، يعني الراوترز العاديه. انما الفول بروكسي او البروكسي، لا، البروكسي ده بيترمينيت الترافيك، يعني اليوزر بيبقى الاند بوينت اللي رايح بيكلمها اصلا من غير ما يحس كده هو الاف 5 بتاعه.
تمام. وكمان الاف 5 ما انه هو فول بروكسي او بروكسي في النص ده يقدر يموديفاي الترافيك. يعني اليوزر جاي بيتكلم الاف 5 او الابلكيشن اللي انا حطيته على الاف 5 او ببلشته على الاف 5 ممكن يكلمه البروتوكول او بيكلمه ب HTTPS بروتوكول. يعني الترافيك ما بين اليوزر والاف 5 يبقى انكريبتد. يروح الاف 5 واقف واخد الترافيك ده وفكه وعمل له ديكريبت ويروح بعته للسيرفر، فالسيرفر يوصل له الترافيك ان انكريبتد كلير تكست. ده غير في شكل الترافيك. كمان ممكن الترافيك ما بين الكلاينت والاف 5 يبقى شغال اي بي فيرجن 6 وبعته للسيرفر اي بي فيرجن 4. ده كمان غير الاي بي لاير اللي موجوده اصلا في الترافيك. تمام. ممكن ترافيك ناحيه الكلاينت يبقى كومبريست وعليه اوبتمايزيشن، وناحيه السيرفر بما ان الدنيا احنا في الداتا سنتر و10 جيج و4 جيج و40 جيج والدنيا الباندوس كبيره جدا في الداتا سنتر، فمش لازم اعمل اوبتمايزيشن، مش لازم اعمل اي حاجه. فيبقى ناحيه الكلاينت بطبق حاجه وناحيه السيرفر بطبق حاجه. فهو وسيط في النص عمال يغير في الترافيك ويعمل انسبكت ليه، ويقدر كمان يموديفاي. انا ممكن كمان الترافيك جاي لي بشكل معين ابعته للسيرفر بشكل تاني خالص. فده فكره الريفرس بروكسي او الفول بروكسي اللي بيختلف عن طبعا اي ترافيك او اي ديفايس في النص بيروت الترافيك زي الراوتر او بيسويتش الترافيك زي السويتش. تمام. فده فكره الريفرس بروكسي. طب ايه علاقه ده بالال تي ام؟ هو الال تي ام كده، هو الال تي ام يعتبر وسيط ريفرس بروكسي بيعمل اللي انا قلت لك عليه من شويه ده، بيغير شكل الترافيك، بينسبكت الترافيك. عشان يعمل كده هو محتاج شويه فيتشرز عنده ولود بالانسنج تكنيك زي ما اتفقنا. عنده كمان بروفايلز. البروفايل دي ما هي الا سيتنج معينه بطبقها على الاف 5 بتاعي ال تي ام بتاعي عشان اقدر اغير او موديفاي في شكل الترافيك قبل ما يتبعت للسيرفر مثلا، او شكل الترافيك اللي جاي من الكلاينت. كمان في كونسبت اسمه الاس نت او السورس نت، هنعرف يعني ايه. كونسبت تاني اسمه البريزيستنس. ساعات في بعض الاحيان لما اليوزرز بتوعنا بييجوا يكلموا الابلكيشن، في بعض الابلكيشن زي الاونلاين شوبينج مثلا بورتال بتتطلب ان اليوزر لما يجي يكلم الابلكيشن، انت لو عندك اكتر من ابلكيشن سيرفر متفقنا والاف 5 هيقف قدامهم كوسيط يلود بالانس الترافيك عليهم، اليوزر ده لما يجي يكلم الابلكيشن سيرفرز اللي موجوده هنا اكتر من واحد بيوصل الترافيك للاف 5. الاف 5 بيبعته على السيرفر ده او بيبعته على السيرفر ده، اتنين سيرفر، ده سيرفر 1 ده سيرفر 2. تمام. طيب يوزر 2 ده جه يفتح ترافيك وصل على الاف 5، الاف 5 بعت ريكوست على سيرفر 1، يوزر 1 تاني راح بعت ريكوست تاني فوصل الاف 5، الاف 5 بعته على على سيرفر 2. الاف 5 عمال يلود بالانس الترافيك مره من يوزر 1 ويوزر 2، مره يبعت على سيرفر 1 ومره يبعت على سيرفر 2. هو مش مثبت، هو بيلود بالانس بيحسن بيرفورمانس، انما انت ما قلتلوش ثبت الترافيك ابعته على سيرفر 1 او سيرفر 2 لنفس اليوزر، انت ما قلتلوش كده. في بعض الابلكيشن زي الاونلاين شوبينج بورتال بتتطلب عشان تخلي اليوزر اكسبيرينس مظبوطه واليوزر ما يتفاجئش كده ان في حاجه مش مظبوطه بتحصل، يبقى هو فاتح بيج بيسيرش على موبايل ايفون مثلا يشتري، ومره واحده يدوس كليك باي يلاقي نفسه بيقول له امر السيرفر عايز ايه، انا كنت لسه بشتري الموبايل دلوقتي ايفون وبسيرش عليه وخلاص هدفع، لا انا اول ما اشوفك ليه، لان الريكوست راح على سيرفر تاني خالص، سيرفر ما يعرفكش اصلا، سيرفر شايف ان ده ريكوست جديد انت عايز ايه، فتح لك البيج الهوم بيج مثلا. فطبعا اليوزر اكسبيرينس كده هتتدمر. ففي بعض الاحيان وبعض الابلكيشن بتتطلب ان الريكوستات اللي جايه من نفس الكلاينت تفضل تروح لنفس السيرفر الباك اند سيرفر بتاعي او الابلكيشن سيرفر بتاعي لحد ما الكلاينت ده يخلص شغله تماما ويخلص الحاجه اللي هو بيعملها عشان اليوزر اكسبيرينس ما تتاثرش. فالفيتشر دي اسمها بريزيستنس، والاف 5 يقدر يعملها لك. بريزيستنس معناها استمراريه. يعني ايه؟ يعني الترافيك يوزر الترافيك اللي جاي من اليوزر بتاعي يفضل يروح على نفس السيرفر بتاعي او نفس البول ممبر بتاعي او نفس الابلكيشن سيرفر هو كل مره اليوزر ده يبعت ترافيك لحد ما الراجل ده يخلص خالص. بعد كده خلاص من حقي ان انا لو الراجل ده قعد ساعه مثلا ما يبعتش ترافيك وجه يبعت ترافيك تاني، لا انا هبعته بقى على سيرفر تاني من نفس السيرفرات اللي شايله الابلكيشن ده، لان الراجل انما الراجل مثلا لسه بيبعت ريكوست من دقيقه او من 30 ثانيه ولسه مكمل واكتف وعمال يسيرش وعمال يدور ويختار الموبايل بتاعه لا وديه على نفس السيرفر عشان اليوزر اكسبيرينس بتاعته تفضل مينتينت وتفضل مظبوطه. طيب
بعد كده هنتكلم على كونسبت الـ SSL Reverse Proxy. كل الابليكيشنز دلوقتي الويب ابليكيشن تحديدا شغاله دلوقتي SSL, شغاله دلوقتي HTTPS Encrypted Traffic. مفيش حد دلوقتي بيببلش اي ويب سايت, خصوصا لو ويب سايت محترم, ويب سايت كريتيكال, بيببلشه على الانترنت HTTP. كل الناس بتببلشه دلوقتي او بتببلش الحاجات دي على الانترنت دلوقتي HTTPS. فبما ان انا هحط الـ F5 دلوقتي كوسيط قدام الابليكيشن سيرفرز بتاعتي اللي هي مثلا شايله الويب سايت اللي اسمه abc.com, عندي مثلا ويب سايت اسمه abc.com, انا ك ادمنستريتور او كويب ادمنستريتور حطيته على ثلاث سيرفرات كلهم شايلين نفس الويب سايت اللي اسمه abc.com. الويب سايت ده بيعمل ايه؟ بيعمل شوبينج, بيعمل اونلاين بانكينج, بيعمل اي سيرفيس لليوزرز بتوعك. حطيت الاف 5 قدامهم, اليوزرز بتوع الانترنت وجايين يكلموا الابلكيشن, الراجل ده يبدا يوزع ترافيك هنا وهنا وهنا, تمام؟ طيب الترافيك بتاعي بتاع اليوزر ده غالبا جاي HTTPS. الراجل ده لما يجي يستقبل الترافيك ده ويقف في النص كده وهو وسيط, لما بيجي يبعت الترافيك مش لازم يبقى فاهم ال HTTPS ده كده ولا هيبعته عمياني, لان الترافيك ده encrypted. فلازم ما ان ال F5 هيعمل او هيحتك او هيقدم خدماته كوسيط كبروكسي لل HTTPS applications, لازم يبقى عليه فيتشر تفهمه ال SSL او ال HTTPS ده بيشتغل ازاي. هنعرف الكلام ده. عندي برضو فيتشر اسمها ال LTM policies. ال LTM policies دي نوع من انواع البوليسي او الكونفيجريشن بوليسي اللي بنعملها على ال LTM بتاعي, اللوكال ترافيك مانجر, اللود بالانسر, الابلكيشن ديليفري كنترولر, كل ده حاجه واحده عشان تخليه يقدر يموديفاي الترافيك. مش قلت لك هو مش بس لود بالانسر, لا ده كمان بيعمل موديفيكيشن للترافيك. ازاي؟ هو بس الفانكشن بتاعته ان هو يستقبل الريكوستات اللي جايه من اليوزر ويحولها لك على سيرفر هنا او هنا او هنا, ده كده لود بالانسر بس. ماشي, دي فيتشر مهمه جدا, يعني ان هو كده بالحركه البسيطه اللي هو بيعملها دي كده هو بيحسن البرفورمانس جدا وبيعلي الافيلابيليتي. بس هو الراجل مش بس بيعمل كده, ده كمان ممكن ينسبكت اليوزر ترافيك اللي جاي. لو اليوزر ترافيك اللي جاي ده مثلا جاي مثلا بلانجوج جابانيز, تمام, الراجل الويب سايت اليوزر بتاعك اللي فاتح الويب سايت ده البراوزر بتاعه اللغه بتاعته ياباني, الاف 5 يفهم الترافيك ان ده البراوزر اللي باعت الويب ترافيك ده ياباني, او الراجل اليوزر ده ياباني. ليه؟ لان البراوزر ترافيك اللي جاي او الاتش تي تي بي ترافيك اللي جاي جاي من يوزر ايجنت او من براوزر اللغه بتاعته ياباني. طيب يبقى انا هبعتك على السيرفر اللي عليه الكونتنت باللغه اليابانيه. يبقى الاف 5 قدر ينسبكت الترافيك والويب ريكويست اللي جاي بتاع اليوزر ويفهمه ويحوله لك على سيرفر مخصوص عليه الكونتنت باللغه اللي انت بتفهمها كيوزر. طب لو جاي باللغه العربي هبعتها لك على سيرفر مكتوب بالكونتنت باللغه العربي, لو بيتكلم انجليزي هبعته لك على سيرفر تالت بيتكلم او عليه كونتنت باللغه الانجليش. يبقى الراجل ده كده عمل لود بالانسنج بس, لا ده كمان عمل ابلكيشن ديليفري كنترولر, يعني قدر يكنترول ازاي الترافيك بتاع اليوزر بتاعك بيحصله ديليفري على السيرفرات بتاعتك, ابعته لك هنا ولا هنا ولا هنا, وبيزد على انهي كونديشن. الكلام ده بنحققه ازاي؟ بالال تي ام بوليسي. اعمل بوليسي كده احط فيها كونديشن, لو لقيت الترافيك اللي جاي ده صيني ابعته على الصيني, لو لقيته ياباني ابعته على الياباني, تمام. نفس الكلام ده بيتحقق بحاجه اسمها الاي رولز, بس الاي رولز دي سكريبت, تي سي ال سكريبت لانجويج. مش هنشتغل سكريبتنج لانجويج, احنا مش ديفلوبر, بس هنشتغل بالاي رولز ونعرفها, ولو احتاجنا نشتغل بيها هنعرف ازاي نشتغل بيها, تمام. ال LTM policies التارجت بتاعت F5 ان تخلي ال LTM policy more common و more used, لان ال LTM policy حاجه شويه GUI graphical user interface تلعب بيها كده ب setting wizard و next والكلام ده, انما ال I rules صرف scripting language, scripting language. فال I rule عايزه skills ان انت تكون بتعرف تي سي ال script. طيب استخدمها امتى؟ لو انت عايز تعمل level of modification للترافيك او delivery للترافيك very complex ما تقدرش تعمله بال LTM policy. وليه use case؟ ليه use case, بس الاكتر ان انت تحاول تشتغل دايما بال LTM policy, لان LTM policy more simple في modification وبتكفر برضو use cases كتير.
طب لو انت مضطر ان انت تشتغل بالاي رول، دور بقى عندهم التولز بتاعتهم، عندهم حاجه اسمها ديف سنترال، ممكن تخش على الديف سنترال بتاع F5 وتدور انا عايز اعمل 1 2 3، هتلاقي حد كاتب الاي رول دي بطريقه معينه، تاخدها تطبقها عندك او تموديفاي عليها حاجه بسيطه. احنا في الكورس بتاعنا مش هندرس الاي رول كسكريبتنج لانجويج ونشوف بقى نكتب مع، لا احنا هنفهم الفاندامنتال بتاعتها وهنفهم الاي رول دي بتتكتب ازاي، النو هاو بتاعها، الاي رول ديستريكشنز بتاعتها ايه، اقدر اشتغل بيها ازاي. ان احنا الاي رول في حد ذاتها دي زي بقولك هي تي سي ال سكريبتنج، فانت ممكن لو عايز مهتم اكتر بالاي رولز ممكن بقى تذاكر تي سي ال سكريبتنج لانجويج اصلا، تروح بقى زي مثلا ايه، انت مثلا عندنا في كورس مثلا بالو التو بتشتغل شويه بايثون، فانا مش في الكورس بالو التو هشرح لك بايثون، بس اقول لك انا اقدر اقدر اكلم البالو التو بالبايثون ازاي، ادي مثال 2 3 ده نفس الكونسبت هنا برضو، اقدر اخلي الاف 5 يفهم سكريبتنج واقدر اموديفاي بحاجه فيتشر جواه اسمها الاي رول. طيب الاي رول دي بتعمل ايه، 1 2 3، طيب بقى احنا عايزين نفهم بقى الاي رول اكتر واكتر ونكتب بقى بيها برنامج بيقول صباح الخير، ممكن تستادي او تبقى دي حاجه اوفر لو انت عايز تعملها تمام. بس الاي رول تقدر تتحكم في كل الترافيك اللي جاي لليوزر من اليوزرز بتوعك، تخلي الاف 5 انسبكت اي حاجه لانها سكريبتنج لانجويج، بتتعامل مع الباكت بكل تفاصيلها مش جاست بس ويزرد زي ال LTM بوليسي. هاويفر ال LTM بوليسي بتكفر يوز كيسز كتير جدا لو انت عايز تستخدمها برضو. هنعرف ايه الفرق ما بينهم وازاي نستخدم دي وازاي نستخدم دي وهنعمل عليهم لابات. بعد كده هنتكلم على حاجه اسمها الوان كونكت بروفايل وحاجه اسمها الاي ابس، ودول برضو من ضمن الحاجات اللي موجوده في ال LTM كورس بتاعنا. وكده يبقى خلصنا ال LTM كموديول او ككور موديول. هنرجع بقى نعمل شوية administration task على الـ Big IP appliance ككل، لأن الـ Big IP appliance ده اللي هو الـ product بتاعنا الأساسي اللي عليه أكتر من modules، اللي عليه أكتر من module من ضمنهم الـ LTM. الـ Big IP appliance ده ليه administration بغض النظر أنت بشغاله أنهي module، يعني عايز تعمل عليه HA High Availability ملهاش علاقة أنت شغال LTM بس عليه ولا شغال LTM و GTM أو LTM WAF مثلا او LTM وABM، انت عايز تشتغل عليه هاي افيلابيلتي تشتغل عليه هاي افيلابيلتي بغض النظر انت ايه الموديول اللي انت مكتبه عليه بيج اي بي ابلاينس نفسه. طيب عايز تعمل عليه ترابل شوتينج، تجمع لوجز، تشوف لوجز، تعمل تي سي بي دامب عشان تشوف ترافيك، الكلام ده برضو من ضمن الحاجات اللي بنعملها على البيج اي بي ابلاينس، ملوش علاقه بالال تي ام تحديدا، لان اللي بيسعى على ال تي ام بيسعى على بقيه الموديولز، انت بتتعامل مع البيج اي بي ابلاينس كابلاينس هاردوير او سوفت او في ام اي او فيرتشوال ماشين، مالكش علاقة بالموديول اللي اكتيفيتد عليه. فدي بتبقى تاسكات ليها علاقة بالبيج اي بي نفسه كابلاينس تمام. طيب هنتكلم على الحاجات دي ونعرفها وبرضو نشوف شوية ترابل شوتنج تيبس كده هنشتغل بيها ان شاء الله ونعرفها. طبعا الكورس ده ما هوش كورس مينلي ترابل شوتنج، لان في كورس تاني F5 LTM ترابل شوتنج او بيج اي بي ادمن ترابل شوتنج، F5 حتى بنزلاه لوحده منفصل بيتاخد في يومين للترابل شوتينج. احنا على قد ما نقدر نحاول نظبط حته الترابل شوتينج برضو ونقول تيبس ليها وتريكس ليها، بس الكور بتاعنا هو الادمنستريشن والكونفيجريشن. عشان ما حدش يقول لي باشمهندس طب احنا الترابل شوتينج ما كفرناش ليه كتير لان الكور بتاع الكورس بتاعنا لو هنشتغل بالترابل شوتينج والكونفيجريشن والادمنستريشن الكورس بتاعنا هيطول جامد جدا، مش هو ده الكور بتاع الكورس بتاعنا. الكور بتاعنا ان انت تفهم ادمنستريشن وكونفيجريشن وترابل شوتنج برضه هنمشي امورنا فيه، بس ما هواش الفوكس بتاعنا الاساسي ومش السكوب بتاعنا الاساسي، والا يبقى الكورس بتاعنا هياخد وقت اكتر من الحاجه اللي احنا المفروض هنشتغلها. وده كورس منفصل، لو حد انترستد ان هو ياخده ممكن نظبط او نعمل كاستمايز كده لمحاضرتين ثلاثه، كورس كده ميني كورس يعني نشتغل بس الترابل شوتنج لو حد انترستد يعني. طيب بس يعني اي تراست ان شاء الله باذن الله ان انتوا لما تخلصوا الكلام ده كله هيبقى عندك خلاص الكور زي ما قلت لك هو الاهم، ان انت خلاص انا فهمت التكنولوجي دي اقدر اترابل شوت، اقدر اتعامل، اقدر ابقى عارف منين بيودي على فين، خلاص ده المهم. اول ما تخلص الكلام ده هتقدر تتعامل انت بنفسك وتعرف انت، لان خلي بالك يا شباب انا برضو بحب احط السيت اكسبكتيشن دي من اول يوم، ما فيش حد يقدر يدعي ان هو بيديك كورس من زيرو تو هيرو ومن مش عارف ايه، انا ما بحبش الطريقه دي. انا راجل الحمد لله بفضل الله اشتغلت في فيندوز، اشتغلت في انترناشنال انتجريتور، اشتغلت شركات كتير، لحد النهارده لما بتقف قدامي حاجه ببقى اول ما اشوفها عادي بفتح الكتاب واقعد اسيرش
او بخش على جوجل وسيرش، اخش على ارتكل من الفيندور ارتكل واقراها. طب تعال نجرب كذا في اللاب، اخش اجرب في اللاب. انا مش كل حاجه في التكنولوجي، حتى لو انا اشتغلت على التكنولوجي دي بقالي 6 7 سنين شغال عليها، عارفها اكيد. لا، ما فيش حد يقدر يدعي ان هو عارف الكلام ده. ايفن انا يعني اي حد، حتى لو انستراكتور، حتى شغال على البرودكت ده، بتيجي قدامك بعض الكيسز اللي بتتطلب ان انت تسيرش. وعلى فكره هو ده اللي انا عايزك دايما، الناس اللي لسه مثلا في بدايه الكارير بتاعها او لسه بتتعامل مع التكنولوجي لاول مره، انا عايز المايند سيت دي تبقى في دماغك. ما فيش حد عارف كل حاجه. اللي بيفرق ما بين واحد والتاني ان واحد عنده الاصرار والكونسستنسي انه عايز يعرف وعايز يحل مشكله، وواحد بي جيف اب من اول ما دي مشكله عويصه انا مش هعرف، لا مش هعرف احلها. طب انت مش عارف اصل انا ما اعرفش البرودكت ده بيشتغل ازاي. طب ما انت خدت الكورس، طب خلاص عرفت البرودكت بيشتغل ازاي. طب اصل بيقول لك خش بقى على الكومه الفلاني واعمل ما اعرفش ايه في اللوجز، وبعد كده بقى اقعد سيرش في 50 لاين. على فكره انا كنت اشتغل مثلا في فيندور معين، كان بيجي لنا كيس كده، يعني كان بيجي لك كيس انت مش عارف اصلا ايه المشكله، انت مذاكر البرودكت من A to Z وعارف كل حاجه فيه، بس المشكله اول مره تشوفها، لوج بيضرب، ايرور بيضرب، بتفضل بقى دي سكيلز بقى ان انت تشوف ايه المشكله، ايه الايرور. طب قول لي كده الساعه كام حصل الايرور ده، طب الساعه كذا، طب ايه البيهيفير اللي حصل، يقول لك ده مش عارف ايه حصل، ففي تهنيجه حصلت في الابلكيشن. طيب تعال نبص على اللوجز دي، ابص على اللوجز في ايرور غريب، طب اسيرش، طب اخش مش عارف اعمل كذا. طب تعال ناخد نفس الكونفيجريشن دي ونحطها على ابلاينس تاني او على في ام تانيه، ونشوف هل الايرور ده هيحصل له ريبروديوس ولا لا، احاول اعمل ريبرو للايشو دي. كل الكلام ده بنحاول نوصل ايه السيمبتوم او ايه المشكله اللي حصلت دي، بعد ادور على ابره في كوم قش. هو ده اللي بيفرق ما بين واحد عايز يحل مشكله وواحد بيجيف اب من اول ما بيلاقي المشكله كومبلكس شويه. فاللي انا عايز اقوله ان جزء ان انت تسيرش وجزء ان انت تدور على المعلومه، ده جزء مهم جدا في الكارير بتاعك والكارير بتاعنا عموما، لان احنا راجل يعني ناس كلنا بنشتغل في تكنيكال، وناس كلنا بيشتغل على برودكت هي اصلا برودكت كومبلكس، مش حاجه يعني اي حد يقعد قدامها كده يقرا المانيوال هيخش يلا افتح لي الاف 5 ده اشوفها بيعمل ايه بقى، لا مفيش الكلام ده. الناس اللي شغاله في الفيندور بقالها كام سنه لحد النهارده بتقابلها كيسز اول مره تشوفها تتعامل فيها، اللي بيفرق ان انت ازاي الكور بتاع الكورس في دماغك، الكور بتاع البرودكت في دماغك، اول ما بتلمح حاجه كده خلاص بيبقى عندك سنس، بيبقى عندك سنس المشكله دي ممكن تكون اكتر حاجه احتمال ريليتد للقصه الفلانيه، او استبعد لا هي غالبا مش تبع الكلام ده، او غالبا المشكله دي مش تبع الموديول ده. طب تعال نجرب الكلام ده في اللاب. هو ده اللي بيفرق ما بين واحد عايز يبقى توب في التكنولوجي عموما او في برودكت معين، وواحد يعني وممكن انت تكون يعني الليفل اللي انت متركده ان انت في التكنولوجي دي مش عيب برضو على فكره، يعني ممكن انت الليفل اللي انت متركده عامل له تارجت في تكنولوجي معينه ان انت توصل مثلا لليفل ان انا اعرف يعني امشي اموري في الموضوع، برضو مش عيب، ممكن ده يكون الليفل بتاعك عشان انت عندك الفوكس بتاعك. مش كل الناس عندها نفس الفوكس، مش كل الناس عندها نفس الاهتمامات. في ناس داخل الكورس ده عشان ده المين بيزنس بتاعها، الفوكس بتاعها ده الشغل الاساسي، هي تحت ايدها F5 وتعمل له مانج. في ناس تانية عندها F5 نتو بس هي مش بتمانجه، بس بتتعامل مع ناس شغاله بيه، فعايز افهم الناس دي بتتعامل ازاي عشان لما يجوا يكلموني اعرف اوجههم واعرف اساعدهم. طيب حد عنده استفسار لحد كده يا شباب؟ المحاضره النهارده هتبقى تعريفيه، يعني احنا مش هنخش في حاجات تقيله قوي النهارده برضو، يعني جاست بس كده ايه بن اوفر فيو. يعني حد عنده استفسار؟ طيب F5 introduction. F5 كنتورك او F5 نتورك كشركه اتاسست امتى؟ اتاسست سنه 96، ما اعرفش حصل ليها تاسيس في الناسداك. السلايدز معلش، السلايد يا جماعه انا ان شاء الله باذن الله هشير معاكم الجايدز، بس السلايدز يعني زي ما انت شايف هي ما فيهاش معلومات، دي مجرد نوتس ليا واوريدي عندك في الفيديو، فرجاء السلايدز ممكن تاخدها او تظبطها من الفيديوز لو انت عايز تعملها في نوتس زي ما كنا بنشتغل في الكليه كده، تاخدها من الفيديو تحطها في نوت في وورد، في ملف وورد كده وتفتحها قدامك لما تحب تذاكر، انما كسلايدز ما فيش محاضر بيدي السلايدز بتاعته يعني للناس. فمعلش سامحوني في موضوع السلايدز ده، انا هديكوا جايدز، هديكوا الفي امات بتاعه الكورس او اللي انت تقوم عليها اللاب، هديك
هديك المحاضرات المسجلة. فكل حاجة محتاجها عشان الكورس يشتغل معك أو تذاكره أو تراجعه إن شاء الله هيبقى معك. السلايدز دي نوتس لينا يعني معمولة بطريقة معينة وبتاع وشغل كده، فما فيهاش والله ما فيها معلومات اللي هتفيدك للدرجة يعني، تمام؟ فالإنستراكتور عموما ما بيديش السلايدز بتاعته يعني، تبقى شغله وهو نوتس ليه هو. وانا شايف ان مش ده الاحسن ليك، الاحسن ليك ان انت تذاكر من المحاضرات تطبق اللابات، لو عايز تفتح الجايدز وتبص على حاجه زياده ف اتس فاين اتس اب تو يو، بس السلايد صدقني ما فيهاش الحاجه اللي هتفيدك. طيب الفاونديشن 96 اتاسست في البورصه ومش عارف ايه الكلام اللي هو الدعائي ده. طيب مين الكومبيتيتور بتوعها؟ يعني الموظفين وموجوده في كام كونتري والكلام الجميل الظريف ده. مين الموظف مين المنافسين بتوع F5؟ المنافسين بتوع F5 هم سيتريكس، رادوير، امازون، A10 واذرز زي ما انت شايف. بس ده طبعا يعني سورس جارتنر قديم شويه، هم يعتبروا من الماركت ليدر في الحته بتاعه الابلكيشن ديليفري كنترول اللي هو ال LTM يعني ابلكيشن ديليفري كنترول، هم الماركت ليدر وهم موجودين جدا يعني كتير جدا سبيشالي، هم هتلاقيهم في مكان وفي مكان يعني، في بلاد تخش فيها تلاقي F5 ده مغرق الدنيا زي السعوديه ومصر مثلا، في بلاد تانية تخش فيها تلاقي F5 ده مش كتير ما بيباعش، في كومبيتيتور تاني هو اللي واكل الدنيا او واكل الماركت منه في البلد دي. فده اللي انا اكتشفته لان انا يعني اشتغلت في اكتر من بلد، فانا يعني ده اللي اكتشفته ان في شركه بيبقى حسب بقى الـ يعني الشركه بقى مظبطه حالها في البلد دي ازاي، هل ليها كونكشن، ليها علاقات، هل هي عامله سابقه اعمال كويسه فالناس كلها بتبدا تروح لها على حسب. ففي شركه F5 مثلا في المنطقه بتاعتنا تعتبر هي الليدر، اكتر شركه هتلاقيها امبلمنتد واكتر شركه هتلاقيها منتشره. فباشمهندس كان بيسالني من شويه طب مين المنافسين بتوعها، والمنافسين بتوعها زي ما انت شايف في رادوير، امازون، A10، امبيرفا، في اكامي كمان لسه طالعه، كل دول منافسين ل F5. بس في المنطقه بتاعتنا يعني في في في, في مصر مثلا والجلف عموما هتلاقي ال F5 هي اللي واكله السوق، معاها A10 شويه ومعاها امبيرفا شويه، انما 40 كلاود وير، سيتريكس، رادوير، كل الكلام ده امازون كلاود سولوشن ما بيشتغلش ك لود بالانسر غير على الكلاود سولوشن، يعني مش تقدر تيمبلمنت في داتا سنتر عندك او حاجه زي كده، فبرضه اللوتش يعني الماركت شيب بتاعه مش كتير. فهيفيدك طبعا هيفيدك يعني انت لما تعرف F5 بتفتح لنفسك فرص كتير جدا في الماركت اللي انت شغال فيه واللي انت انترستد فيه. لو انت شغال في السعوديه وشغال في مصر او شغال في الجولف او شغال في المنطقه العربيه عموما في الميدل ايست، F5 منتشره جدا فهتفيدك جدا لو عرفت الموديولز بتاعتها وفهمتها، ده إما ما كانتش اصلا اوريدي امبلمنتد عندك في الانفايرمنت بتاعك. الجارتنر بتقول ان F5 هي الليدر برضو، ستيل الجارتنر ريبورت ده قديم شويه سوري، انما انما ستيل لو بصيت على اخر جارتنر ريبورت هتلاقي F5 برضو ستيل من اتليست في المنطقه دي، مش في المنطقه دي خالص يعني، هتلاقيها موجوده هنا، هتلاقيها موجوده مع التشالنجر او الليدرز. وانا واحد من الناس اللي هو يعني ايه لما باجي اختار البرودكت اللي انا عايز اعمله انا ببقى عندي فيتشر وسعر يعني، في كاستمر يعني انت ممكن تلاقي كاستمر بيعمل ديبلوي للبرودكت عشان هو رخيص هيعمل لي فيتشرز وسعره كويس تمام، فهو دي البادجت بتاعتي. فانا عايز اشتري مثلا فاير وول، هروح اشتري مثلا سوفوس، هروح اشتري مثلا سونيك وول، هروح اشتري عنده الفيتشرز اللي انا عايزها وعنده سبورت معقول وعلى قد فلوسي. في كاستمر تاني لا انا اهم حاجه عندي السكيورتي مش الفلوس، فاروح اشتري بالو التو اغلى حاجه في الماركت. في كاستمر بين البنين يقول لك انا البادجت بتاعتي عاليه سنه او اعلى شويه بس والفيتشر بتاعتي اللي انا عايزها كذا وبرده انا مهتم اكتر بالسكيورتي وبالسبورت يبقى كويس و و و هروح اجيب 40. يعني النيدز بتاعتك انت ممكن يكون فعلا بالو التو ده احسن فارول في الدنيا بس ما هوش احسن حاجه انت تجيبها في النتورك عندك. ليه؟ لان الفيتشرز بتاعته كلها انت مش محتاجها او اوفر بادجت بالنسبه لك بالنسبه لي فاهم. ففي الحاله دي
هتلجأ ان انت ممكن تروح لفندورز تاني احسن من ان انت ما تجيبش السوليوشن ده خالص. تمام؟ يعني انت عايز تجيب فاير وول، عايز تجيب اف 5، عايز تجيب لود بالانسر، عايز تجيب واف. طب عندي 1 2 3، طيب ده بيديني ايه؟ انا التارجت بتاعي اعلى سيكيورتي، اعلى بيرفورمانس، اعلى سبورت. يبقى هتلاقي هما اسمين بس اللي موجودين، مثلا امبيرفا و اف 5. طيب انا التارجت بتاعي سيكيورتي كويسه، سبورت كويس، فلوس قليله قوي، لان انا البادجت بتاعتي خلاص، يبقى انا هروح بقى للحاجات اللي ايه اللي هي فلوسها قليله، بارك بروكاد مثلا، ولا وات ايفر بقى، او باراكودا. الحاجات دي لسه ايه صغيره ولسه مش بي يعني ما لهمش ماركت شير، فمقللين في السعر بتاعها كويس جدا. بس انت توقعش منهم بقى ان السوليوشنز بتاعتهم هتبقى واو والسبورت بتاعهم هيبقى رهيب. هتبقى متوقع ان انت هتاخد سبورت على قد الكوست اللي انت دفعتها، وهتاخد سبورت او مش هتاخد فيتشرز على زي برضو هتاخد فيتشرز على قد الكوست اللي انت دفعتها. ففي الاول في الاخر كل الفيتشرز او كل الفيندورز بيعملوا شغل محترم. الناس دي مش فاتحه شركات وعامله سوليوشنز وبتاع عشان تبيع بطاطا يعني، لا، عاملين سوليوشنز كلهم محترمين. بس انت دايما لو انت شغال في مؤسسه كبيره، لا، خليك في دول يعني، خليك في اللي فوق. لو انت يعني بتتعامل بالجارتنر ولازم تخش تبص على الجارتنر ريبورت وبتاع، خليك في اللي فوق، خليك في الحاجات اللي التشالنجرز والليدرز، والاف 5 واحد منهم. حد عنده استفسار لحد كده يا شباب؟ حد عنده استفسار؟ تمام يا مهندس. طيب مام. خلينا نتكلم على ال F5 networks platform lineup. البلاتفورم لاين اب بتاع F5، سوري يا شباب، ثواني معلش. F5 عندها الثلاثة بلاتفورم، عندها الفيبرنت تشيسس، عندها البيج اي بي ابلاينس، عندها الفيرتشوال اديشن. الفيبرنت تشيسس ده الوحش بتاعها، تشيسس كبيره، عدد كبير جدا من الكونكشن بير سكند، لير 4 ولير 7، دول باور سبلاي، موديول نتورك، موديولز ريدندنت لبعضها. كل ما تكبر في الموديل كده هتلاقي الثروبوت بتاعه والسبيكس بتاعته عاليه جدا. ده بينزل فين؟ ده بيتنستول في البيج داتا سنترز وفي البروفايدرز الكبيره جدا، STC بقى ووي والشركات الكبيره دي ممكن تجيب حاجه زي كده لو عندها السيرفيس دي او عندها حاجه عايزه تنزلها F5. طيب البلاتفورم الثانيه هي البيج اي بي ابلاينس، وده اللي انت هتحتك فيه اكتر في الماركت كعدد. يعني انت ممكن يجي لك بروجكت تشتغل مع مؤسسه كبيره جدا او داتا سنتر كبير فتشتغل بالفيبرونيتشيس عادي ممكن. بس لو انت راجل شغال في انتجريتور وبتعمل بروجكت كل يوم F5، هتحتك بده اكتر فين وفين لما هتشتغل على الراجل ده، لان مش كل يوم هيجي لك مؤسسه بحجم مثلا شركه بروفايدر كبير زي فودافون او اورنج او whatever STC او وي او الشركات الكبيره دي اللي ممكن يبقى عندها فيبرنتشيس، او بنك كبير جدا فروع كتير، ناس غنيه عندها يعني فلوس وفي نفس الوقت عندها داتا سنتر وحجم يوزر ترافيك عملاق، فمحتاجه الفيبرو تشيسس عشان الروبوت بتاعه، عشان الكونكشن بتاعه، عشان السبيكس بتاعه. فانت لو راجل شغال في انتجريتور او شركه خدمات يعني بتعمل سوليوشنز، هتحتاج بالبيج اي بي ابلاينس اكتر. فيش فرق ما بينهم غير في الهاردوير طبعا، هاردوير مهم طبعا، الفرق كبير ما بينهم، بس كسوفت وير وكفيتشرز الاثنين واحد، يعني كسوفت وير وفيتشرز الاثنين واحد. طبعا الكورس بتاعنا هيكفر ده اكتر، يعني هتلاقينا دايما بنتكلم على البيج اي بي ابلاينس، انما الفيبرون في بعض الاختلافات دي اوت اوف سكوب، برضو ما ينفعش الاثنين نكفرهم في نفس الكورس، الاثنين مش هينفع نكفرهم في نفس الكورس. فتلاقينا بنركز على البيج اي بي ابلاينس اكتر، ده الفوكس وده السكوب. هاويفر السوفت وير والفيتشرز بينهم
متقاربه جدا، مفيش فرق. لو عرفت ده هتعرف تشتغل على ده، ما عدا الاختلافات البلاتفورم اللي ما بينهم، يعني كبلاتفورم كهاردوير في اختلافات طبعا، انما كسوفت وير وكفيتشر وككونفيجريشن الاثنين واحد. فالبيج اي دي ابلاينس ده 1 يو ابلاينس، وفي موديولز كتير منه او مودلز كتير منه، اي 4600 5000 10000، كل واحد فيهم هاردوير سبيكس اعلى وثروبوت اعلى كونكشن اعلى. عندهم كمان الفيرتشوال اديشن، وده بيشتغل في السمول برودكشن او كلاود او لاب، ثروبوت بتاعهم صغير جدا وعدد سيشنز اقل جدا. طبعا انا بقى بعمل السبيكس عشان ابيع او ابيع للكاستمر او اشتري من للمؤسسه بتاعتي، اعمل الكلام ده بيزد على ايه؟ عاده بنعمل الكلام ده بيزد على استيميشن لعدد الابلكيشن اللي انا هحطها على الراجل، وايه الفيتشرز اللي انا هشغلها عليه. لو انا هشغله مثلا LTM هي متوقع يبقى عندي كام فيرتشوال سيرفر عليه، كام ابلكيشن هيتحطوا عليه. هنعرف يعني ايه فيرتشوال سيرفر، دي اللي انا قلتها، دي اهم حاجه، الكلمه دي افتكرها عشان هتسمعها كتير، دي اهم كومبوننت عندي في الاف 5 فيرتشوال سيرفر، اسمعها، دي اللي بتمثل الابلكيشن. لما اقول لك فيرتشوال سيرفر تعرف اه يعني ده الابلكيشن اللي انا هحطه، يعني ده abc.com، ده f5.com، ده ftp.abc.com ابلكيشن او سيرفر، هو ده ده الفيرتشوال سيرفر. مش هو فيرتشوال سيرفر للناس دي كلها، لا ده فيرتشوال سيرفر لكل سيرفيس منه، تمام. فالفيرتشوال سيرفر ده عندي كام فيرتشوال سيرفر هيتحطوا على ال F5 LTM بتاعي، كام ابلكيشن هحطهم 10. طيب ال10 دول كل واحد منهم هيستقبل عدد سيشنز او عدد ريكويست قد ايه في الثانيه؟ طب انا اعرف الكلام ده منين يا باشمهندس؟ ممكن تعرفه من الويب ادمن. لو ال F5 لو ال F5 اصلا كان جديد في الانفايرمنت بتاعتك والويب ابلكيشن اصلا موجود، روح للويب ادمن امسك فيه على طول. الابلكيشن بتاعك ده بيستقبل كام ريكوست في ات تايم في الثانيه؟ هيقول لك مثلا 100000 ريكوست. 100000 ريكوست، طيب هنحط احنا بافر نفسنا، يبقى نجيب حاجه ب 150000، تمام. يبقى تروح للراجل ده 100000 كونكشن، 170000 كونكشن بير سكند سيشن، تمام. لير 4 بيبقى اكتر، لان لير 4 شاتي بروتوكول شويه، تي سي بي بيبعت سين وسين اك، طبعا انت بتكلمه كسيشنز كلير 7، يعني هو الراجل هيتكلم معاك كلير 7، تمام. طيب قال لك السبيكس بتاعتك وقال لك السيشن، طيب 100000 وانت عندك سيرفر واحد او عندك اثنين او ثلاثه او فيرتشوال سيرفر واحد او ابلكيشن او ثلاثه، يبقى 3 في 100 يبقى 300000، يبقى الراجل ده مش هينفعني، يبقى الراجل ده اللي ينفعني. او طبعا الارقام اللي انا بقولها ارقام كبيره جدا، بس دي الحسبه. بنروح نجيب استيميشن لعدد الكونكشنز او عدد السيشنز اللي هتتفتح على الابلكيشن بتاعي، وعندي كام ابلكيشن هيتحطوا، ودايما بدي لنفسي اكسبانشن ان ممكن الابلكيشن دي يحصل عليها ضغط اكتر من كده، ممكن يبقى فيه رش اورز، ممكن في فيتشرز هحطها هتقلل برفورمانس شويه، فبدي نفسي براح شويه ان انا ما اجيبش الحاجه على اللي يعني المحك. يعني لو الاستيميشن بتاعتي طب مطلعه ان انا هيجي لي 75000 او 100000 سيشن، اجيب الاب لاير او اجيب البلاتفورم الاعلى سنه لو انا معايا فلوس يعني. طيب ده الهاردوير بلاتفورم بتاعته. طب كسوفت وير بلاتفورم، كسوفت وير بلاتفورم ال F5 عنده مجموعه من الموديولز موجودين في نفس السوفت وير زي ما انت شايف كده. الموديولز دي بتحقق ل F5 او بتحقق للكاستمر بتاع F5 السكيورتي والاوبتمايزيشن او الفاست والافيلابيليتي للابلكيشنز بتاعتك. انت عندك كل اليوزرز اللي موجودين هنا اهو بييجوا ياكسسوا الابلكيشن اللي موجود او اللي ليه نقطه تواجد existent point على ال F5 بتاعي، و F5 موديول بتاعي ايا كان بقى الموديول اللي انا بتكلم عليه، ال LTM ال DNS ال IP security manager او ال ASM او ال WAF ال advanced firewall ال web gateway ال link controller ال access policy manager، كل دول بيحققوا لل customer security availability optimization او performance. عندهم اكتر من سوفت وير موديول، السوفت وير موديولز بتاعتهم اللي احنا هنشتغل عليها واللي هي الدبلومه بتاعتنا فيها هي ال LTM ال ASM او الواف والبيج اي بي دي ان اس، دول الثلاثه اللي احنا هنكفرهم
بقيه الحاجات دي مش تبعنا او موجودين بس دول كورسات تاني بموديولز تاني، بس كلهم موجودين على السوفت وير بتاع FFI، كلهم بيشتغلوا على نفس السوفت وير. بتاكتفهم بايه؟ لايسنس. تشتري لايسنس، انا عايز اشتري منك LTM وواف، اديك لايسنس افتح لك LTM والواف. عايز اشتري ما اعرفش كذا وكذا، اديك لايسنس افتح لك كذا وكذا. والحاجات دي مش هتشتغل معاك غير لما تشتري اللايسنس. حاولش يعني اقول بقى هلعب في البوكس وافتح، مش هتعرف. هي موجوده السوفت وير والسكريبتس كل حاجه موجوده على البوكس بتاعك، بس مش هتقدر تفتح الكلام ده غير باللايسنس. وانس ان انت عملت اللايسنس، لقى البوكس عمل لود وبدا يظهر لك الفيتشرز اللي انت اشتريتها. طيب البيج اي بي ابلاينس اللي هو تاني واحد في البلاتفورم اللي احنا قلنا ان احنا هنفوكس عليه اكتر، تعال نبص عليه كده كهاردوير شكله عامل ازاي. ده اي 4000 اي 400 سيريس او اي 4000 سيريس، في 4600 مثلا على سبيل المثال. ده شكله 1 يو. البورت الاولاني ده بيز تي او 10,100,000 بيز تي مانجمنت بورت، يبقى هو عنده اوت باند مانجمنت بورت، مانجمنت بورت لوحده ديديكيتد زي معظم الابلاينس دلوقتي بقى عندها مانجمنت بورت اوت باند بره لوحده، يعني ده هتوصله بالمانجمنت فيلان عندك. وعنده رقم 2 ده يو اس بي، استخدم لو انت عايز تعمل كلين انستليشن او لو انت في حاجه ضربت في الاف 5 بتاعك فممكن تنزل منه سوفت وير جديد على البوكس. رقم 3 ده الكونسول بورت بتاعه، سيريال كونسول بورت عادي. رقم 4 ده هاردوير فيل اوفر بورت، ممكن تستخدمه عشان تعمل اتش اي بس ما بنستخدموش، يعني ما بقاش حد يعمل امبلمنتيشن بالراجل ده ويوصله باك تو باك باليونت الثانيه عشان تقوم اتش اي، ما حدش بقى يعمل كده. بنعمل الاتش اي باستخدام النتورك، يعني بناخد بورت من بورتات الداتا دي او بنشغل الاتش اي على بورتات الداتا. هعرفك ازاي لما نتكلم على الاتش اي، ما حدش بقى يستخدم بالبورت ده، فده هاردوير بورت للاتش اي. 5 ده وده دول 1 جيج اس اف بي بورتس فايبر اوبتكس 1 جيج سبيد. 6 اربع بورتات 10 جيجا ايثرنت برضو اس اف بي بلس فايبر. 7 دي ال سي دي تاتش سكرين، تاتش سكرين ممكن تخش عليها تشوف الاي بي بتاع الجهاز، الهوست نيم بتاعه، ممكن كمان تغير منها بعض السيتنج، بس يعني هي في فيري بيزك كونفيجريشن تقدر تعملها منه بس مفيده عشان لو انت في داتا سنتر مثلا وعايز تشوف الجهاز ده اللي قدامك دلوقتي ده انهي اي بي مثلا، طب اخش عليه بايه؟ بيوريك الهوست نيم والاي بي بتاعه، ممكن تغير منها حتى السيتنج دي. كهاردوير الراجل ده فيه 500 جيجا هارد، 32 جيجا رام، 2 او باور سبلاي 250 واط، وممكن تزود واحد كمان لو عايز، و اس اس ال اسك في تشيبات مخصوصه لل اس اس ال او للانكريبشن والديكريبشن عشان تحسن البرفورمانس بتاعه، خصوصا ان هو بيهندل ترافيك اتش تي تي بي اس لابلكيشنز كتير هتتحط عليه. حد عنده استفسار هنا يا شباب؟ لسه بندردش. هنخلص التو سلايدز دول وممكن ناخد بريك. واستنوا كده، هو المفروض احنا نخلص طيب 7:30 ممكن 9:30، طب يعني قدامنا مثلا ساعه الا ربع ان شاء الله ونخلص. ممكن ناخد بريك لما نخلص تو سلايد دول وبعد كده نرجع نكمل نص ساعه كده ونخلص النهارده. طيب ال F5 networks Traffic Management Operating System. Traffic Management Operating System ده الـ OS بتاع الـ F5. ثم الـ LTM والـ ABM والـ ASM والـ WAF ده الـ Modules اللي بتشتغل على الـ Operating System ده. إنما كـ Operating System هو اسمه Traffic Manager Operating System TMOS. والـ TMOS ده هو زي مثلا 40OS، زي الـ PAN-OS الـ Palo Alto، وزي الـ FortiGate OS، هو ده اللي زيهم، ده أخوهم زيهم بالظبط.
وهو زي وزي برضو البان او اس والفورتي او اس، هو عبارة عن operating system خاص بF5 بس مبني على كور لينوكس operating system. يعني هو مبني فوق اللينوكس operating system بتاع F5 مبني على سنت او اس لينوكس. ما تستغربش لان انا واحنا شغالين على الF5 هنبص نلاقي الF5 بتاعنا لما بيجي يفتح بيفتح معانا على اللينوكس شيل على طول، ولما بنحب نخش على الاوبريتنج سيستم بتاعه بنكتب كومن معين عشان نخش على الاوبريتنج سيستم. سواء فاتح لك اللينوكس شيل عشان تشوفه، واللينوكس شيل بتاعه هو لينوكس ماشين عاديه جدا زيها زي اي لينوكس ماشين. يعني لو بصينا كده على البوكس بتاعنا هتلاقي لو دخلت عليه بالباسورد root f5 underscore big ib 123 هتلاقي ان انا داخل على لينوكس شيل. لو عملت اي كوماند لينوكس ليست مثلا هتلاقيه بيطلع لك الحاجات والاوتبوت كانه لينوكس ماشين طبيعيه ما فيهاش اي مشكله، تقدر تعمل عليه كل الكوماند اللي ليها علاقه بلينوكس. فاللي فاهم لينوكس كويس هينفعه الكلام ده، مش لازم تبقى اكسبرت لينوكس يعني، بس انت فاهم لينوكس هتبقى فاهم F5 على الاقل في الجزء بتاع الشيل كومنتس بتاعته اللي برضو بتاعت بنحتاجها وبنشتغل بيها في التروبل شوتينج او في التروبل شوتينج مينلي، لان ما بنحتاجش نعمل اي كونفيجريشن من اللينوكس شيل خالص. لينوكس شيل انساه تماما في الكونفيجريشن. وما عندهم شيل تاني اسمه ترافيك مانجمنت شيل مثلا، دي ماشي Traffic Management Shell. كتبت الكومند ده من اللينوكس دخلك بقى على الأوبريتنج سيستم بتاعهم اللي هو اسمه LTMOS اللي انت شايفه ده. ده بقى الأوبريتنج سيستم بتاع F5 بعيدا عن اللينوكس CentOS اللي مبني عليه. الاثنين بنستخدمهم، اللينوكس بيستخدمه في الترابل شوتينج فقط ومش أي ترابل شوتينج، لما بتبقى في ميس بيهيفير في الأبلاينس عايز ابص على لوجز معين، عايز اشوف اعمل لايسنس، عايز اشيل لايسنس، عايز احط لايسنس مثلا، عايز ادور على لوج انتري معينه انقل فايل من اللينكس ماشين بتاعته، اشيل فايل بتاع واير شارك مثلا كابشر خدته من عليه ممكن اعمل له كوبي منه على طول من اللينكس شيل بتاعه، فبيبقى ترابل شوتينج اكتر. انما ومش اي نوع من انواع الترابل شوتينج. التيموس ممكن اعمل منه ترابل شوت، ممكن اعمل منه كونفيجريشن، بس التيموس او الترافيك مانجمنت اوبريتنج سيستم ده بتاع اف 5، يعني الكومنت بتاعته ما تتوقعش ان انت هتبقى عارفها. احنا لسه بنتكلم في البوكس لسه، فبتقول له ليست مثلا هيقول لك انت عايز ليست ايه، قالست لك 1479 ايتم حدد لي ليست، ده كومنت مثلا تقول له ليست ايه، عايز ليست مثلا ال تي ام، في برضو هيلب فيه هنشوف الكلام ده برضو، فتقول له مثلا لستلي ال LTM no، لستلي ال LTM pool مثلا انتر، فيقول لك ايه هي البولز الموجودة عندي، اكتر من بول، عندي بول اسمها كذا، بول اسمها كذا، نعرف يعني ايه بول، هي اللي هي group of servers اللي عندك مثلا. تمام، فده الترافيك مانجمنت اوبريتنج سيستم بتاع الراجل ده مبني على السنت او اس. طبعا هنتكلم عنه بالتفصيل قدام شويه، بس انا يعني حبيت اوريك السي ال اي شكله بتاعه عامل ازاي. اف 5 بروبريتري اب مبني على لينوكس شيل او مبني على لينوكس بيست نواه لينوكس، بيستقبل طبعا او تقدر تتعامل معاه بالريست اي بي اي سبورت، تقدر تتعامل معاه تول اتش تي تي بي جيت ريكويست تبعتها له تريتريف منه داتا، او ايفن حتى تكونفيجر عليه حاجه بتول اشتغل بالاي بي ايز او بالاتش تي تي بي اي بي ايز او بالريست اي بي ايز. كمان عنده multiple TMM اللي هي ال F5 CPUs اللي هي traffic management micro controller. ال F5 كهاردوير عليه traffic management controller أو micro controller كهاردوير أو كفي إماية عليه الكور ده أو ال CPU ده سواء كان virtual CPU أو hardware CPU. وال traffic management مايكرو كنترولر ده بيتعامل مع
الاوبريتنج سيستم او الاوبريتنج سيستم بيتعامل مع ترافيك مانجمنت كنترولر ده التي ام ام عشان يستقبل او يسويتش الترافيك اللي جاي اللي على الاف 5 موديولز بتاعتك. الترافيك مانجمنت اوبريتنج سيستم بيتعامل مع الموديولز اللي فوق واللينوكس شيل اللي تحت، يعني موديولز راكبه على الترافيك مانجمنت اوبريتنج سيستم او قايمه عليه، والترافيك مانجمنت اوبريتنج سيستم قايم على اللينوكس بيست اللي هي نواه اللينوكس اللي قايم عليها الابلاينس بتاعنا. تعمل ايه الترافيك مانجمنت اوبريتنج سيستم؟ باندويث مانجمنت، تي سي بي اوبتمايزيشن، ريفرس بروكسي، ويب كاش، اس ال ديديكيتد هاردوير. فهي بتتعامل مع الفانكشن اللي هي لو ليفل، وكمان بتعامل مع الهاي ليفل فانكشن اللي جايه من ال تي ام موديول مثلا او الواف موديول اللي فوقيه. طيب الاف 5 نتوركس، اخر حاجه ناخدها قبل ما ناخد بريك، الاف 5 نتوركس اليوز كيس بتاعته لود بالانسنج اتش تي تي بي ريفرس بروكسي على ويب بورتلز. تقدر تستخدمه ان انت تعمل لود بالانس على ويب بورتلز، على انترنال ابلكيشن زي سيلز فورس، تي في بلاتفورم، كمان يقدر يوسع ستريمينج ترافيك ويب بورتال تاني. ممكن يستخدم مع الفويس جيت واي زي السيب جيت وايز، لو انت عندك اكتر من سيب جيت واي، ناس شغاله فويس او ليها علاقه بالفويس، عندك اكتر من فويس سيرفر، ممكن تحط الاف 5 قدامهم والراجل ده يوسع الكولز عليه، ما يخليش الكولز كلها تروح على سيب جيت واي واحد، لا الكولز اللي جايه من اليوزر، الناس اللي عايزين يعملوا مكالمات جوه المؤسسه بتاعتك، التليفونات بتاعتهم تكلم السيف جيت واي عشان تتصل بحد، تروح للاف 5 الاول، الاف 5 يوزع الكلام ده على السيف جيت واي ده وده وده، عشان مش كل المكالمات تروح على سيف جيت واي واحد. الموبايل ترافيك مانجمنت، ال HTTP header insertion، TCP optimization، radius diameter، load balancing، data churn، exchange، charging، mobile firewall، DNS cache، برضو بيستخدم مع الموبايل applications. الموبايل applications اصلا بتتعامل مع ال HTTP، يعني كل الموبايل applications دلوقتي اللي هي نازله على الموبايل معظمها بيبقى webification، هو شغال اصلا web based في الباك جراوند، هو الجرافيك بتاعه او شكل اليوزر انترفيس بتاعه ما هوش براوزر، بس هو بيعتمد ملي على الاتش تي تي بي بروتوكول او الويب ترافيك. فبرضه بما انك بتتعامل مع موبايل ابلكيشن، موبايل ابلكيشن ده تقدر تحطه قدامه اف 5 وكل اليوزرز موبايل يوزرز اللي بيجوا يتكلموك يلود بالانس الكلام ده عليهم. ممكن كمان يستخدم مع المسجنج سيرفيس، يبقى موبايل ابلكيشن ممكن يشتغل مع فويس ابلكيشن، ممكن كمان يشتغل مع المسجنج سيرفرز زي تيم، الاوتلوك، الاوا، الكولابوريشن تول زي التيم والسكايب والحاجات الظريفه دي، برده ممكن يتحط قدامها ويعمل لود بالانس على السيرفرات بتاعتها. ال تي ام هو المين موديول، ده البريكويزيت، هنشتغل معاه كمان الواف، نشتغل معاه كمان التي ان اس، الاثنين دول بره الكونتنت بتاعتنا او السكوب بتاعنا، ولكن هي موديولز مهمه برضو في الاف 5 اللي هو الادفانسد فاير وول، وكمان الاي بي ام الاكسس بوليسي مانجر. حاجات اللي احنا نكفرها هي الاي اس ام ابلكيشن سكيورتي مانجر اللي هو الواف او الادفانسد واف، والبيج اي بي دي ان اس اللي هو الجي تي ام، والال تي ام اللي هو البريكويزيت بتاع الناس دي عشان تفهم اللي بعدين. واضح الكلام ده يا شباب؟ واضح؟ طيب خلينا ناخد بريك. حد عنده استفسار قبل ما نطلع بريك؟ انا اخد بريك مثلا 10 دقايق ونرجع نختم كده المحاضره بتاعتنا، قدامنا نص ساعه لسه، ممكن ناخد بس اتفضل. لو تعمل بوز للريكورد ماشي، هنعمل بوز، بس السؤال بتاعك يعني في المحاضره ولا بره؟ هو الحته بتاعت الاي اس ام والاي اف ام دول كان الصوت بيقطع عندي فيهم، فمعلش لو تقول لي الفرق بين الاي اف ام والاي اس ام تاني. الاي اف ام ده ادفانسد فاير وول، عندهم موديول كده بيشتغل فاير وول، مش قوي قوي في الماركت بصراحه يعني. الاي اس ام هو الواف ابلكيشن سكيورتي مانجر او ويب ابلكيشن فاير وول او ادفانسد ويب ابلكيشن فاير وول، ده هيتكفر معانا في المحاضره او في الكورس بتاعنا ان شاء الله. بس يعني ده اللي انا قلته، الاي اف ام ده زي الفاير وول العادي بالظبط، بوليسز زي الفاير وول، زي الفاير وول، يعتبر نتورك فاير وول يعني.
بس لا يعني مش قوي، مش قوي يعني، ما يقارنش بالفورتي جيت مثلا وال البالو التو. اف 5 قويه، ال تي ام واف، اي بي ام، بيج اي بي جي تي ام او دي ان اس، الاربعه موديولز دول اقويه جدا، وحوش مفيش تقريبا في الماركت حاجات كتير بتنافسهم يعني، وبالذات الاربعه مع بعض يعني، لو لقيت في الماركت حد بيعمل الاربعه صعب، الاربعه مع بعض دول صعب. فاف 5 برضو نقطه من نقط القوه بتاعتها انها عندها اكتر من موديول بيشتغلوا كلهم على نفس الحاجه، فتقدر تانتجريت ما بينهم بسهوله، غير ان انت مثلا عشان تشتغل بفندور تاني لازم تجيب منه ابلاينس واثنين وثلاثه، زي مثلا 40 عندها مثلا، عندها حاجات شبه اف 5 مثلا، عندها 40 ويب، حاجه اسمها 40 ويب، 40 ويب ده اللي هو الواف، الويب ابلكيشن فاير وول، لو انت عندك ويب ابلكيشن عايز تحميه من الاتاك بتجيب حاجه اسمها 40 ويب اللي هو الواف موديول بتاع اف 5. وعندهم حاجه اسمها 40 اي دي سي، 40 ابلكيشن ديليفري كنترولر، ده زي ال تي ام بتاع اف 5. الاثنين في 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 40 ده ابلاينس وده ابلاينس، ما بيشتغلوش مع بعض. اف 5 الاثنين تقدر تشغلهم في ابلاينس واحد، فتقدر تانتجريت ما بينهم بسهوله، كمان ممكن تشغل معاهم الاي بي ام، عايز تزود حاجه كمان معاهم تحمي اكتر، تعمل حمايه اكتر، تعمل فيتشر اكتر في نفس الابلاينس بلايسن، يفتح لك الكلام، ما تجيبش برودكت بقى تاني ولا ابلاينس تاني وتضطر تشتري حاجه جديده. تمام؟ ف يعني والبرفورمانس طبعا يعني ما تحط اكتر من ديفايس في الـ في الـ في النص، لو انت مش عامل كباستي مظبوطه لازم تعمل سيت اب ادمنستريشن سيت اب اعلى، بتجيب واحد يشتغل معاك على الابلاينس ده وواحد يشتغل معاك على الابلاينس ده. تمام؟ فالافضل طبعا ان انت يبقى عندك ابلاينس بيعمل لك كل حاجه، لو الكباسيتي بتاعته مظبوطه وعامل عليه اتش اي خلاص انت كده عندك حاجه متكامله وانتجريت مع بعض وفيندور واحد، غير لما تقسم الفانكشن بتاعتك لاكتر، تبقى انت عايز تطبق واف وعايز تطبق لود بالانسنج وعايز تطبق اوثنتيكيشن، فتجيب فيندور لده وفيندور لده وفيندور لده، او تجيب ثلاثه ابلاينس لنفس الفيندور، بتلاقي نفسك داخل في فيلم انت مش عايزه. فاحد يعني الحاجات القويه في اف 5 ان هي عندها انتجريشن ما بين الفيندورز وبعضها، او سوري عندها انتجريشن ما بين الموديولز وبعضها، كلهم تقدر تطبقهم على نفس الحاجه. تمام؟ واضح؟ طيب خلينا ناخد بريك يا شباب 10 دقايق كده ونرجع نوقف الريكورد نكمل الريكورد. طيب الجزء ده التل ساعة اللي فاضلين دول هنخلص بس فيهم الجزء بتاع اللاب، ندي اوفر فيو عن اللاب كده وهنشتغله ازاي وهنعمل فيه ايه وايه الحاجات اللي احنا نعملها في اللاب بتاعنا. اللاب بتاعنا انا مقومه على ايف ان جي، الناس اللي عارفة او اللي سمعت عن الايف في ناس كتير تعرفها دلوقتي اشتغل بيها اوريدي، عاملة زي جي ان اس 3 كده، هي لينوكس بيست ماشين بتنزل على الفي ام وير ورك ستيشن. تمام؟ وبتنزلها از ايزو او او في اي ماشين وتعمل لها امبورت جوه الفي ام وير ورك ستيشن بتاعك. دي بتعمل لك ايه؟ دي بتعمل لك بلاتفورم كده تقدر تسطب عليها كل اللابات بتاعتك جواها، يعني انت مش مضطر ان انت جوه الايف تشتغل على اي حاجه بره الايف تاني. تمام؟ انت جوه الايف نفسها بتبدا تنستول عليها الفي امات بتاعتك وتحط جواها الاف 5، تحط جواها الفورتي جيت، تحط جواها راوترات سويتشات، تعمل كل حاجه انت عايزها وتسطب اللاب بتاعك عليها. فهي في ام 100 بتنزلها، هي لينوكس ماشين وكل الحاجات الفي امات التانيه اللي انت محتاجها بقى بتنزل جواها. الفي امات اللي بتشتغل على الايف اسمها كي في ام، يعني اي حاجه عايز تنزلها على الايف حتى بره الكورس بتاعنا شغالها عليه لازم تداونلود لها، تعمل لها داونلود للفي ام نفسها لحاجه اسمها كي في ام، يعني تخش على اف 5 كي وتقول له انا عايز انزل الفي ام 100 اللي تشتغل على كي في ام او هايبر فايزر لينوكس بيست، لان الايف نفسها الايف ان جي نفسها هي تعتبر لينوكس بيست هايبر فايزر، يعني هي اصلا هايبر فايزر بيشتغل عليه في امات ثانيه، يعني هو يعتبر كنترولر كده لشويه في امات تانية اللي هي الاف 5 40 جيت، الراوترات بتاعتنا اللي احنا بنشتغل. فانت بتجيب الراوترات، تجيب الاف 5، بتجيب ال 40 جيت كفي امات، بتجيب السيرفرات الكلاينت ماشين ويندوز لينوكس اي حاجه، تحطها على الايف، الايف تمانش كل الفي امات دي وتخليك تشغلهم مع بعضهم وتكنترولهم وتراوت الترافيك ما بينهم وتظبطهم، فهي تعتبر كده هايبرفايزر بتتحكم في كل الفي امات اللي موجوده.
وهي الايف نفسها كمان هي نفسها في ام نازله على الفي ام ورك ستيشن، يعني كانك مشغل في ام اوفر في ام. تمام، هي دي فكره الايف عموما. فالفي امات اللي بتشتغل على الايف اسمها كي في ام. تمام، هتنزل اي حاجه للايف يبقى لازم تنزلها من نوع كي في ام، مش ايزو مش او في اي. الايزو والاو في اي دول بيشتغلوا على الفي ام ورك ستيشن او الاي سي اكس اي او الحاجات اللي هي شبههم، انما الحاجات اللي تشتغل على الايف او اي هايبرفايزر لينكس بيس اسمها كي في ام. فانت هتنزل الايف من الموقع بتاعهم، ابعت لكم برده على الجروب الرابط بتاعه، هتقول له ايف ان جي، نزلها، خش على الموقع بتاع ايف. هو احنا مش هنشتغل على البروفيشنال اديشن، خلينا نشتغل بالكوميونتي اديشن. تعال نقول له داونلود فري ايف كوميونتي اديشن. ادي الكوميونتي اديشن دي اللي هي الفري، هتنزل الايف او في اف او ايزو الاثنين بالنسبه لك، دي هتتسطب ودي هتتسطب. نزل الاو في اف من جوجل او من ميجا لينك، وكمان نزل معاهم الفي ام وير ورك ستيشن بلاير. لو مش عندك في ام وير ورك ستيشن بروفيشنال اديشن، انا ما اعرفش تجيبه منين، تشتريه تتصرف فيه، انا مش هبعته لحد لانه برنامج غير مجاني. فانت اشتغل بالفري اديشن اللي عندي ده بفلوس، انا شاريه اوريدي وشاريه لايسنس. تمام، انما لو عايز تشتغل ببرنامج الفري هيشتغل معاك ويعمل معاك نفس اللي انا عامله على اللاب. عندك اوريدي في ورك ستيشن بروفيشنال اديشن تقدر تشتغل بيه، مش عندك اشتغل بالفري. عرفت تتصرف بالفي ام ورك ستيشن بروفيشنال براحتك، بس انا يعني عشان هو حاجه مش فري اصلا فمش هقدر ابعتها للناس. يعني معظم الحاجات اللي هنشتغل بيها حاجات فري، ولو حاجه بفلوس يا اما الناس تشتريها يا اما هتتصرف فيها باي طريقه، انا ما اعرفش هتتصرفوا فيها ازاي. المهم طيب هتنزل الايف، هتنزل الفي ام وير ورك ستيشن اللي هتشتغل عليه الايف، وهتنزل كمان معاهم الويندوز كلاينت انتجريشن. دي مجموعه من الابلكيشنز كده والبروجرامز تشتغل مع الايف بتظبط الشغل بتاعها، زي مثلا واير شارك بتنزل واير شارك، زي البوتي، زي الترا في ان سي، ده بيعمل ريموت ديسكتوب على الفي امات اللي جوه الايف نفسها. تمام، فهو باكج كده بتعملها وبتعملها انستول بعد ما بتنزل عندك على الويندوز، تعملها انستول عندك وما فيهاش مشكله. يعني هي كل الابلكيشنز اللي فيها مش هتضر الابلكيشن مش هتضر الويندوز بتاعك في حاجه يعني. طيب نزلت الايف ونزلت في ام وير ورك ستيشن بلاير فري او البروفيشنال، تعمل لها امبورت جوه الفي ام وير ورك ستيشن بتاعك. الامبورت اعتقد السيت اب ده يعني معظم الناس تعرف تعمل امبورت للفي ام مايا جوه الايف، اللي ما يعرفش ممكن يكلمني على الواتساب واجايت معاه اقول له يعمل خطوات، هي مجرد يعني جاست ايه جايدز او يعني سيمبل كليكس ويزرد بسيط، هتلاقي نفسك عملت انستول للايف وهتشتغل معاك. الاهم من الانستوليشن هو السيتنج بتاعه الايف نفسها. الايف نفسها لما تنزلها على البي سي بتاعك اقل ميموري محتاج، او لما تيجي تنزلها على الفي ام وير ورك ستيشن بتاعك اقل ميموري محتاج تديها لها هو 7 او 6 جيجا. 6 جيجا ده اقل حاجه، فانت ممكن تديها 6، البروسيسور 8، الهارد ديسك تديها 100. انك لو انت هتشتغل عليها كومبليت سوليوشنز بعد كده لكل اللابات او كل الشغل، او انت مرتاح للتعامل مع الايف يعني، ممكن تديها هارد ديسك عدد كبير، لانك هتنستول جواها في امات وهتمبورت جواها في امات ثانيه لسوليوشنز ثانيه مش عايز تشتغل بيها، وهتشتغل بيها اللاب ده وبعد كده تقفلها ومش هتشتغل بيها تاني، اديها مساحه قليله براحتك. طيب بعد كده تديها نتورك، تو نتورك كارد كفايه، واحد منهم نت الاولاني، وده بيبقى المانجمنت بتاعها. يعني الايف نفسها بيبقى ليها كارتين نتورك، واحد فيهم بيبقى المانجمنت اللي انت بتخش عليه كجي او اي، بتفتح الايف منه بعد كده لما بيحصل لها انستوليشن، وبتاخد اي بي من النت سب نت دي. النت سب نت دي موجوده طبعا في الفي ام وير ورك ستيشن نفسه. لو فتحنا الفي ام وير ورك ستيشن بتاعنا من الفيرتشوال نتورك اديتور بتاعها، تعال نشوف كده الفيرتشوال نتورك اديتور بتاع
ال VMware Workstation change the setting. هتقول له هتلاقي عندك اكتر من فيرتشوال نتورك جوه الفي ام وير ورك ستيشن زي فيرتشوال سويتشز عندك على الفي ام في ام وير ورك ستيشن انفايرمنت بتاعتك. يعني بتقسم لك الراجل ده بيقسم لك الفي امات بتاعتك والانفايرمنت الفيرتشوال اللي انت عاملها على اللابتوب بتاعك لاكتر من فيرتشوال سب نت او فيرتشوال سويتش. حاجه اسمها في ام نت 8 اللي هي نوعها نات. السب نت دي كام واي بيها ايه اللي هي الكارت النتورك الاولاني بتاع الايف. السبنت دي 192.168.44 وبتاخد دي اتش بي كونكت تو هوست نوعها نات. يعني معنى كده ان الايف واصله بكارت النتورك الاولاني بتاعها نات يعني واصله بالسويتش ده. يعني الاي بي بتاعها بتاع المانجمنت بتاعها هياخد من السبنت دي وهياخد دي اتش بي من السبنت دي. والسبنت دي عاده بتبقى ناتد على النتورك كارد بتاع اللابتوب بتاعك بقى وتطلع منه انترنت كمان لو عايز تطلع منه انترنت. فدي النتورك ادابتور الاولاني بتاع الايف. النتورك ادابتور الثاني بتاع الايف انا في اللاب بتاعي موصله على في ام نت 2 اللي هو هنا ده. وفي ام نت 2 ده هوست اونلي، نوعه هوست اونلي. انا مكريته كده ان هو على في ام ورك ستيشن اقدر اد نيو في ام نت او تقدر تكريت نيو في ام نت زي ما انت عايز وانت بتكريت ال الفي ام اي بتاعتك. ومديله رينج سبنت 192.168.1 وكمان مخليه يشتغل دي اتش بي نفس السبنت دي. يبقى السويتش ده او السبنت دي كانها سبنت ثانيه فيرتشوال سبنت ثانيه اسمها هوست اونلي يعني سيبريتد ايزوليتد سبنت مع نفسها مش واصله بالنتورك ادابتور بتاع اللابتوب بتاعك مش طالعه انترنت باي ديفولت. الكلام ده كله ايزوليتد سبنت كده. وزيها برده في في ام نت 1 دي برضو سبنت لوحدها. وفي في ام نت زيرو اللي هي بتبقى بريدجد على الكارت النتورك بتاع اللابتوب بتاعك. دي بتبقى كانها كان ده في ام نت زيرو. اي حاجه واصله في ام نت زيرو دي كانها واصله على شبكه على كارت النتورك بتاع اللابتوب بتاعك. يعني كانها هتاخد من نفس السبنت بتاعته. لو الكارت النتورك بتاعك ده واي فاي وواصل بانترنت راوتر مثلا او دي اس ال راوتر عندك في البيت او كده هيبقى واخد من نفس الرينج بتاعه وطالع انترنت من خلاله. بس انا ما بستخدموش. يعني انا ما بحبش استخدم البريدجد لان ساعات بوصل اللابتوب بتاعي في الشغل ساعات بوصله في واي فاي نتورك ثانيه ساعات فما بحبش اربط اللاب بتاعي اللي انا بشغله بالفي ام نت زيرو لانه ساعات الواي فاي ده بيتغير. السبنت بتاعته بوصل النهارده في البيت السبنت ما اعرفش كده فاروح اغير اللاب بتاعي اوصل في الشغل الاقي السبنت بتاعت الواي فاي حاجه ثانيه. فما بحبش اعتمد على الفي ام نت زيرو ده خالص. ولو عايز اطلع انترنت بطلع من النت عادي. النت يقدر يطلع لي انترنت في اي حته والسبنت بتاعته ثابته دايما مش هتتغير. يعني لو عايز اي في ام اي تطلع انترنت طب ما اطلعها من النت تمام. فملهاش يعني ملهاش لازمه انت توصل البريدج ده خالص دلوقتي. فالايف بتاعتي واصله باثنين نتورك واحد نات وده المانجمنت بتاعها وهنستخدمه في اللاب برضو هنعرف استخدامه وواحد في ام نت 2 اللي هي السبنت المعزوله اللي اسمها 192.168.1 تمام. بعد ما تسطب الايف وتقوم وكده لو انت وصلت الكارت بتاعها الاولاني نات فالمفروض انها تاخد اي بي من الرينج النات ده. خدت اي بي لان السبنت دي فيها دي اتش بي 192.168.44.128. افتح الجي اي افتح الويب واخش على الاي بي ده 192.168.44.128 هلاقي نفسي داخل عليها. الجي اي بتاعها هو انا مش هقدر طبعا اخرج من اللاب لان لو خرجت عن اللاب هيقفل الهوستس بتاعتي او التوبولوجي بتاعتي مش عايز اعمل كده. بس انت لو كتبت الاي بي ده HTTP دخلت عليه ادمن ايف ادمن ايف الجي او اي بتاع الباسورد بتاعتها ادمن وايف والسي ال اي ادمن بتاعها روت ايف برضو. فدخلت على جي او اي فتح لك الصفحه الجميله دي. تقدر بقى تعمل لاب زي اللي انا عامله ده. تقدر تسطب لاب زي ما انا عامله ده. كليك يمين عايز انستول نوت عايز انستول تكنولوجي جديده في ام اي جديده في حاجات منهم دمت كده رمادي فدي مش انستول. يبقى انت كده ما عندكش على الايف جواها مش حاطط امبورت مثلا ل اتش بي في سي ار 1000 او مش عامل انفو بلوكس او مش عامل جونوس او مش عامل مثلا نوكيا او مش عامل بالت سكيور في ام اي. يبقى انت مش حاطط الفي ام ات دي. طب الفي ام ات اللي شغاله اصلا الفي ام ات اللي شغاله لينوكس بالو التو فورتي جيت اف 5 لينوكس ويندوز كل الحاجات دي انا عاملها انستول. يبقى معنى كده ان الفي امات اللي انا حاططها جوه الايف جايب الكي في ام من الفندور اف 5 كي في ام وحاططها جوه الايف. هوريك ازاي بتحطها.
فورتيكيت كي في ام لازم تجيب الفي ام كي في ام. لو جبت او في اي وحطيتها مش هتشتغل، لو جبت ايزو وحطيتها مش هتشتغل، الايزو والحاجات دي مش للايف. تمام، في طريقه كده على النت ممكن تدور عليها ازاي تحول الايف ازاي تحول الاو في اف للايف، يعني ممكن تغير ما بينهم، يعني في طريقه ممكن تعملها، بس انا ما بفضلش كده، خد من الفيندور على طول الحاجه اللي اشتغل عندك يعني. تمام، طيب فتنستول النوت بتاعتك، عايز مثلا تحط مثلا بي سي جديد، تقول له عايز انستول ويندوز جديد، نوعه ايه؟ انا حاطط ويندوز ماشينز على الايف جوه، ويندوز 2008 سيرفر 2010 وويندوز 7. عايز تديهم كام رام، عايز تديهم كام ايثرنت، عدد ما بتغير كام سي بي يو، ما بتغيرش حاجه في الجزء ده، وعايز تخش على الماشين دي بالفي ان سي اللي هو بيعمل ريموت ديسكتوب ولا ريموت ديسكتوب ولا تلنت. طبعا تلنت لو ده فاير وول، لو ده راوتر او جهاز ينفع التلنت. لو هو بي سي او سيرفر عاده بنختار في ان سي، لان في ان سي ده بيعمل كانه ريموت ديسكتوب على الويندوز ماشين بتاعتك، وتقول له اوكي. هتلاقي المكنه نزلت زي ما انت شايف كده، وتقدر بقى تكونكت اي مكنه باي حاجه. ولما بتكونكت المكنه دي او الكابل ده باي هوست هنا عندك، بيقول لك انت عايز توصلها زي جي ان اس كده، بيقول لك عايز توصلها باني سيرفر. تقدر تكتب، تقدر تاد تكست، تقدر تاد بيكتشر، تقدر تعمل لاب زي ما انت شايف كده. الجي اي بتاعها ظريف، وتقدر تعتمد عليه ان انت تنستول كل الهوستس بتاعتك. طب ازاي امبورت حاجه جوه الايف؟ ازاي امبورت حاجه جوه الايف بتاعتي؟ في طريقه طبعا، انت لو دخلت على الدوكيومنتيشن بتاعتها، يعني الايف ليها دوكيومنتيشن وليها دوكيومنتيشن جايد محترم، يعني يقول لك انت لو عايز تحط جواها اي حاجه تحط جواها ازاي، ولو عايز تعملها انستول تنستولها ازاي. فلو دخلت على الدوكيومنتيشن في فيديوز كمان هاو تو، هتلاقي هاو تو انستول مثلا اف 5، هتلاقي شارح لك ازاي تحط اف 5 بيج اي بي فيرجن 4 مثلا في ام، تعمل كذا تعمل كذا، تظبط كذا وتحطها في المكان الفلاني، وبعد كده تعمل كوميد اللي اسمه فيكس بيرميشن. فممكن تمشي معاهم خطوه خطوه بالسي ال اي، وممكن تعمل الطريقه اللي انا بقول لك عليها اللي هي شورت كات واسهل بكتير جدا. تروح على برنامج اسمه وين اس سي بي، موجود على الانترنت فري برضو، تقدر تنستوله وين اس سي بي، اي فيرجن مش هينفع مش هيفرق معانا، و تعمل كونكت على الايف اللي هي 192.168.128 دي، هي دي الاي بي المانجمنت بتاعها، وتخش بالروت ايف ده السي ال اي بتاعها. فتحت كده. انت على فكره الطريقه دي بنعملها مع اي لينكس ماشين، يعني حتى الاف 5 لما بنعوز نفتح فيه ونجيب منه فايلات ممكن نجيبها بالطريقه دي. الفاير باور فاير وول بنعمل كده، بس طبعا ده مش كومبتد مع الحاجات البرودكشن، مش كومبتد، انما الايف عادي ممكن نعمل كده. ف هتلاقي عندي جوه الايف انا حاطط في امات موجوده، والفي امات دي كلها شغال على الايف، اقدر انستولها في التوبولوجي واقدر احطها عندي في التوبولوجي. فالاف 5 مثلا، بقينا بنتكلم على اف 5، الاف 5 هتلاقيني حاطط حاجه اسمها بيج اي بي داش 14، لازم اقولها كده، لازم اكتب الدايركتوري بتاعها كده. يعني اقول له كليك يمين، انا واقف دلوقتي فانهي باص يا شباب، واقف تحت او بي تي يونت لاب اد اونز كيو اي ام يو، ده الباص اللي انت لازم تخش عليه. انت اول ما تفتح الايف وتخش عليها هتلاقي نفسك بره خالص، هتلاقي مثلا نفسك واقف هنا اهو، فتخش على او بي تي يونت لاب اد اونز كيو اي ام يو، لقيت نفسك في الفولدر او في الدايركتوري اللي انت المفروض تحط جواه الفي ام ماب بتاعك. الفي ماب بتاعتك انا هرفعها لك، يعني هرفع لك الفورتي جيت، هرفع لك الاف 5، هرفع لك راوترات لو عايز، هرفع لك الويندوز لو عايز، كل الحاجات دي والسيرفرات اللي هي الويب سيرفرز اللي احنا عايزينها او اللي احنا هنشتغل بيها. طبعا الناس اللي بتحب تشتغل في ورك ستيشن يقدر يعمل السوليوشن بتاعه في ورك ستيشن برضه، لو هو مرتاح للفي ورك ستيشن برضه ممكن تنزل الاو في اف بتاع الاف 5، وهوريك ازاي تعمل لها داونلود يعني، او هي اصلا كده كده ممكن تلاقيها على الانترنت بسهوله، بس اللي انا هبعتها لك اللي هي شغال عليه. بس الثانيه ممكن برضه اقول لك ازاي تجيبها يعني. يا مهندس ما ينفع تشير معانا الفي ام كامله باللي فيها وخلاص؟ لا صعبه، مساحتها كبيره جدا،
يعني مساحتها الايف بتاعتي حوالي 100 وحاجة جيجا. ف وبعدين فيها حاجات تانية، فيها حاجات لها علاقة بكورسات تانية شغالها، فمش هعرف امبورت كل الحاجات دي او اخلص او اخرج الحاجات دي منها عشان اديها لها. فمساحة وديشن على اللابات كمان، حاطط فيها لابات تانية بتاع كورسات تانية. تمام. فالموضوع يعني مش صعب يعني. ان شاء الله باذن الله انت امشي على الجايد اللي انا بقولها لك دي، او الستبس اللي بقولها لك دي، هتقوم اللاب وهتشطبه زي ما انا عامل. تمام. الايف هتنزل فيها وهتعمل فيها فولتر زي ما بقول لك كده، هتقول له مثلا كليك يمين نيو دايركتوري وتسميه نفس الاسم بالظبط، بيج اي بي داش مثلا فيرجن 14 فيرجن 15، المهم يبقى بيج اي بي داش حاجه، فورتينيت داش كذا، لينوكس داش كذا، بالو التو داش كذا، ويندوز داش كذا. هو ده الاسم اللي الايف بتعمله ريكوجنايز، بتقدر بعد كده تشوف الفي ام اي. بعد كده الفي ام اي اللي انا هديها لك في اف 5 مثلا هتعمل لها اكستراكت، هي هتبقى مثلا كومبريسد، هتعمل لها اكستراكت والاسم بتاعها زي ما هو كده، تحطها في المكان ده وتتاكد ان هي تقريبا 4 او 4 جيجا وشوي، 4 تقريبا 5 جيجا، 4999 دي الامجايه بتاعه الاف 5. بقيه الحاجات برده هتنستولها بنفس القصه، نفس كل حاجه. بعد ما تحط الفي امات بتاعتك، هو بس الحاجه الوحيده اللي احنا هنضطر نعملها ككوماند لاين على الايف، الكوماند ده تاخد الكوماند ده كوبي بيست كده من هنا، فيكس بيرميشن ده من على الدوكيومنتيشن بتاعه الايف، هاو تو انستول اف 5، تختاره من هنا وتقول له فيكس بيرميشن. عايز تخش على الايف ازاي كوماند لاين؟ يا اما من الفي ام ورك ستيشن دايركت، ده الكونسول بتاعها اهو روت ايف برضو كده، انت على الكوماند لاين بتاعها. بس الكوماند لاين ده رخم، ما بياخدش كوبي بيست. ممكن تخش عليها على طول SSH من البوتي، يعني ممكن تيجي على البوتي هنا من البي سي بتاعك عادي، من اللابتوب بتاعك انت طبعا شايف الايف، انت اللابتوب بتاعك ده شايف كل حاجه، شايف الايف وشايف كل حاجه، لانه طالما حاجه واصله بالفي ام ورك ستيشن انت تقدر تخش عليها من اللابتوب بتاعك عادي. هتقول له 192.168.44.128 اللي هو ايه، اللي هو التوبولوجي بتاعت الايف، اللي هو المانجمنت اي بي بتاع الايف. هتقول له روت برضو ايف، كوبي بيست بقى وتعمل كل اللي انت عايزه. لو عايز تعمل كوماند معين يعني شوت داون بتاع، هي لينوكس ماشين، فانت تقدر تخش عليها وتعمل الكوماند اللي هو هنا، هو اللي هو الفيكس بريمشن. الكوماند ده لازم تعمله بعد ما تنستول اي في ام اي، تحط اي في ام اي جوه الفولدر بتاعها اللي انت كريته في المكان اللي انا قلت لك عليه بالوين اس اس بي، تحط جواه تعمل الكوماند ده. كل في ام اي تعملها تعمل الكوماند ده بس. عملت الخطوات دي تقدر تروح على التوبولوجي. انا هديكوا التوبولوجي، يعني دي انا اقدر اعملها اكسبورت عندي، مش قصه يعني. التوبولوجي بالحاجات دي كلها انا هعملها لك اكسبورت، انت هتيجي على الايف وتقول له امبورت من، هتعمل لوج اوت في سيكشن بره هنا، للاسف مش عارف اخرج من هنا عشان اللاب شغال، بس في سيكشن في الايف بره اسمه امبورت لاب، سهل ممكن ابعته لكم كسناب شوت كده على الواتساب بعد ما اطفي اللاب ده واقفله. هتقول له امبورت لاب، هتخش جوه الايف امبورت لاب، هتلاقي اللاب بتاعي عندك بنفس محتوياته كده والكونتنت بتاعته، بس انت عشان تشغله لازم تامبورت كل الحاجات اللي جواه، او اتليست الحاجات اللي انت عايز تشغلها. يعني انت هتيجي تعلم هنا تقول له ايه ستارت بقى اف 5 او مش هتلاقي اف 5، ليه؟ لانك لسه ما حطيتش الاف 5، لازم تحط الاف 5 الاول. طب الويب سيرفر دي عايز تشغلها برضو مش هتلاقيها، لانها لازم الفي ام ماب بتاعتها تبقى موجوده. تمام. الفي ام ماب بتاعت الويب سيرفر دي برضو هشيرها معاكم، وهي في ام مات فيري سيمبل، يعني اسمها تايني كور لينوكس. تايني كور لينوكس ده ماشين لينوكس بيست ويب سيرفر، هشيرها معاكم وهشير لكم فيديو كده صغير ربع ساعه 10 دقائق ازاي تقوم عليها ويب سيرفر سيمبل ويب سيرفر. كل الكلام اللي انا بقوله ده تقدر تعمله على الفي ام وير ورك ستيشن بطريقتك، يعني ممكن تنستول في اف 5 على الفي ام ورك ستيشن كاو في اف عادي، والناس اللي عارفه تشتغل على الفي ام وير ورك ستيشن يعني ممكن تسطب ويب سيرفر برضو تايني كور لينوكس على الفي ام وير ورك ستيشن، مش لازم جوه الايف. ممكن تحط 40 جيت لو حابب برضو تراوت الترافيك من ال 40 جيت على الاف 5 زي ما هنشوف في السيناريو بتاع اللاب. تقدر تعمل تنزل ويندوز اكس بي، كل الكلام ده تقدر تعمله على الفي ام وير ورك ستيشن. الناس اللي بتبقى انا بشتغل اكتر برتاح اكتر على الايف، بس اتس اب تو يو. اللي حابب يشتغل باي طريقه تانية اشتغل بيها، واجهتك مشاكل ممكن اساعد معاك على قد ما اقدر، بس
يا ريت كلنا نشتغل بنفس الحاجه عشان تبقى حاجه واحده كلنا بنشتغل بيها. مش عاجبك الايف وما بتشتغلش بيها ومش شغال اتس اب تو يو لو عايز تشتغل باي حاجه ثانيه. تمام؟ طيب ده كده السيت اب بتاع اللاب. انا هشار معاك التوبولوجي وهشار معاك الفي امات. حاول تقوم السيت اب بتاع اللاب ده خطوه خطوه زي ما انا قلت لك كده. لو وقفت في حاجه قول لي وانا ان شاء الله هحاول اسبورت معاك على الواتساب. لو حد عنده اي مشاكل في اللاب المره الجايه برضو ممكن في اخر محاضره كده نبص. لو حاجه وقفت قدامك او بتاع تقول لي واقول لك مثلا جرب تعمل كذا او هات كذا او ظبط كذا. تمام؟ في ناس هتقابلها مشكله في الـ في الـ في اللاب ان مثلا اللابتوب بتاعه مش سبورت عليه الفي امات الفي ام ورك ستيشن اللي هو شغال بيه مش قادر يقوم اللاب. المشاكل زي كده انا شباب معلش يعني ما بقدرش احلها. انا بحاول اساعد فيها على قد ما اقدر بس احنا كلنا شغالين بفري تولز. احنا وركشوب F5 ده يعني ده مش حاجه اوفيشال. F5 مثلا مسطبين لاب مثلا او مأجرين لاب ب 5000 دولار ولا ب 10000 لا يعني ده لاب كله كاستمايزد كده بنحاول نعمله على اللابتوب بتاعنا على قد ما نقدر. انا عارف ان اللاب مهم جدا الناس تشغله بس في ناس بتقابلها مشاكل انا ما بقدرش احلها يعني انا ما بعرفش او عشان احلها بقعد اسيرش وبقعد ادور. فرجاء حاول انت برضو تعمل اكسرسايز بتاعك وتسيرش وتدور ولو ما عرفتش ممكن اساعدك بس اي دونت جارانتي ان اللاب بتاعك هيشتغل او المشكله اللي هتقابلك في اللاب لان دي حاجه فري تول انا ما اقدرش احلها. والايف دي انا مش تخصص ايف يعني انا راجل بستخدمها كتول مساعده عشان ارن عليها اللاب بتاعي بس لو في مشكله في الايف انا ما اعرفش احلها فمش هقدر اساعد فيها بس ممكن اسيرش واساعدك بس ممكن برضو مشكله ما تتحلش فساعتها ممكن اقول لك طب تعال نجرب على الفي ام ورك ستيشن تعال اشتغل على تول تانية خالص او جرب اشتغل على تول تانية تاني. فرجاء بس الناس تتفهم ان اللاب ده فري تول وبنحاول على قد ما نقدر نشتغل عليه بس اتس بيست ايفورت يعني مش كل المشاكل اللي هتقابلنا عليها هنقدر نحلها او انا كانستراكتور مش هقدر احل لك كل المشاكل اللي هتقابلك خصوصا انها ممكن تبقى حاجه ليها علاقه بالفيرجن اللي انت شغال بيها في اللابتوب بتاعك بالكلام ده. ف يعني اي هوب ان الناس تتفاهم النقطه دي وتحاول تعمل اكسرسايز من ناحيتها انها ترابل شوت المشاكل. كلنا مهندسين وكلنا شاطرين ما شاء الله نقدر نترابل شوت القصه دي. طب انا هجرب اعمل كذا طب مش عارف ايه الكلام ده عشان ساعات بس كان بيجي لي ناس مشاكل في حاجات بتبقى انا ما اقدرش احلها يعني اللابتوب مثلا الرامات بتاعته قليله جدا طب هعمل ايه طيب ابجريد الرامات لا ما اصل انا عايز لا اشغل لابات اللاب بس الرامات بتاعتي كذا طب ما انت الرامات مثلا بتاعت الاف 5 بتاعي هنا انا مقوم الايف مثلا لوحدها مديها 6 جيجا او 7 جيجا رام الاف 5 نفسه جوه الايف مديله 6 جيجا او 7 جيجا هو كمان وانت اللاب بتاعك 8 جيجا طب هتقوم الايف ازاي هتقوم معاها الاف 5 ازاي الاف 5 الواحد بياخد 6 جيجا مثلا او 8 جيجا عشان يقوم او 7 جيجا عشان يقوم ال40 جيجا والحاجات دي بسيطه يعني انت ممكن تديه 512 مش مشكله السيرفرات دي وانت بتقومها برده بتحدد الرامات بتاعتها ممكن تديها رامات قليله الويندوز كلاينت دي ممكن تديها رامات قليله الويندوز سيرفر دي ممكن تديها رامات قليله مش مشكله انما الاف 5 اللي هو الكور بتاعنا لازم تدي له رامات كويسه عشان يقوم كويس انت اللابتوب بتاعك او هو اللابتوب بتاعه راماته قليله مش هتقدر تقوم الفول لاب بالكباستي اتليست ممكن تقوم مثلا اف 5 واحد مثلا ومعهوش اي حاجه تانية وتجرب عليه بس كده وانت معاه فدي حاجه انا ما اقدرش وزي ما قلت لكم انا ما عنديش سيرفر مثلا مرينتو او عشان في ناس مثلا تقول طب سيرفر تخش عليه او كده اسف انا ما عنديش القصه دي وما عنديش الامكانيات ان انا اعملها لان لو عملت كده زي ما قلت لك انا اقدر اعمل كده طبعا واقدر انت سيرفر واعمل لاب الناس كلها تخش عليه والكلام ده بس كل ده هيبقى كوست زياده هتتحمل على الكوست بتاع الكورس اللي انا مش عايزه يكبر ومش عايز الناس تتكلف فلوس اكتر عشان تحضر الوركشوب اللي احنا ممكن نعملها ان شاء الله باذن الله على اللابتوب وان شاء الله تراست يعني ان معظم الناس بتاعتكم هتشتغل عليه المينيمم لاب عشان اللاب ده بتاعك يقوم كويس 16 يعني 16 جيجا المينيمم رام على اللاب 16 جيجا يقوم يعني يشتغل طبعا 32 يعني فول الفول اوكي فدي ريكويرمنت بتاعتي انا اللاب بتاعي مثلا 20 وعادي اقوم اللاب والحمد لله بعمل شغل اللي انا عايزه بعمل اتنين يعني بقوم الفي امات اللي انا عايزها وبشتغل بعمل اللاب سيت اب اللي انا عايزه ب 20 جيجا يعني مش 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 لاب وعندي لاب تاني اقوى شويه بس بشتغل عليه كورسات تانية في حاجات تانية ما بحبش ايه يبقى في ميكس عندي ما بين كورس وكورس او لاب ولاب يعني حاطط حاجات هنا حاطط حاجات هنا عشان السيبريت ما بين الانفايرمنت بتاعتي ف اتس فاين الدنيا شغاله هنا وشغاله هنا لو عندك انت لاب برضو 16 جيجا بدايه من 16 جيجا هيشتغل معاك الدنيا ان شاء الله ويعمل لك الشغل بتاعك تاني اللاب سيت اب ان شاء الله باذن الله الناس هتعرف تعمله وانا انا متاح على الواتساب لاي حد عنده مشاكل وهو بيسطب الايف وهو بيعمل اللاب على في ام ورك ستيشن ايف حتى لان انا مثلا انا اهو انا عندي على الفي ام ورك ستيشن منزل اف 5 فيرجن ثانيه اهو
ومنزل معاها ويب سيرفر وبرضه بشتغل عليه لما بحب. يعني ممكن بدل ما اشتغل على الايف بالايمج بتاعت الايف ممكن اشتغل بالايمج اللي موجوده هنا على الاف فايل ده ورابط معاها ويب سيرفرز ثانيه اهي، واقدر برضو اعمل سيناريوز انا بشتغل كورس هنا وبشتغل كورس، فانا بشتغل بالاثنين. ف اي تراست الناس برضو تقدر تشتغل. انا منزل هنا في ام ورك ستيشن اف 5 في ام ورك ستيشن او في اف مثلا مديها 8 جيجا وشغاله معايا كويس. هو الاف 5 يعني ممكن تديه من بدايه من 8 جيجا او 6 جيجا بيشتغل معاك معقول ببرفورمانس كويس يعني. تمام. الويب سيرفرز دي خاصه بكورسات تانية، دي كورسات الواف بس ممكن اديها لكم يعني لو عايز الويب سيرفرز دي من دلوقتي، بس دي لينوكس بيست ويب سيرفر يعني دي لينوكس بيست بس ممكن تشتغلها وتشغل معاها. يعني اللي مش هيعرف يشغل الويب سيرفرز الموجوده في الايف ممكن اديله الويب سيرفرز اللي موجوده في الفي ام ورك ستيشن لينوكس ماشين، بتعمل لها امبورت وشكرا، وتربطها بالاف 5 وتعملها كانها هي الويب سيرفر اللي احنا هنشتغل عليها في اللاب وتلود بالانس عليها، وده ويب سيرفر وده ويب سيرفر تانية. يعني الاثنين حتى مختلفين، يعني لما نيجي نلود بالانس هتبقى عارف انت فاتح انهي واحد فيهم. بس في ال LTM حقيقه يعني الشغل بيتطلب بس ان انت تبقى عندك سيمبل، يعني انت عايز ويب سيرفر سريع جدا يرد عليك بسرعه، لان احنا في ال LTM كل اللي احنا محتاجينه ان احنا جاست تيست بس اللود بالانسنج تكنيك عليه والحاجات دي، مش محتاجين ان احنا يبقى عندنا ويب سيرفر ورانا قوي يعني عشان نشتغل عليه. في الواف بقى لا، الواف محتاجين ويب سيرفر قوي وفي بيجز وفي صور ونرفع عليه حاجات ونعمل عليه اتاكس عشان كده انا بقول لك الويب سيرفر دي انا مش هديها لكم دلوقتي الا لو حد محتاجها، لانها اصلا احنا محتاجينها اكتر في كورس الواف انما مش في الكورس بتاع ال تي ام. ال تي ام يكفي ان انت تشتغل بالسيمبل ويب سيرفرز اللي موجوده هنا. تمام. فده كده اوفر فيو عن اللاب سيت اب. انا مش عايز اطول، المره الجايه نكمل اللاب سيت اب برده ونشوف كده السيناريو اللي احنا هنشتغل عليه، لان انا كل اللي انا حكيت فيه دلوقتي كلاب سيت اب كبيزك لاب سيت اب اللي هو الايف وتحط الفي امات ازاي وتجيب، هنعرف ازاي نجيب لايسنس ونكتيفيت لايسنس ونشغل الاف 5 بالفول فيتشرز بتاعته ازاي والكلام ده المره الجايه ان شاء الله. واللاب سيت اب بتاعنا هيبقى شغال ازاي، هتست منين، هودي الترافيك ازاي، هيتوزع على السيرفرات بتاعتي ازاي، الكلام ده كله هنعرفه المره اللي جايه باذن الله. حد عنده اي استفسار؟ عشان مش عايز اطول اكتر من كده، يعني محاضرات ساعتين بس، يعني معلش سامحوني لو ساعتين وخمس دقايق يعني او حاجه يعني معلش. صحافي. سؤال يا مهندس. عندي سؤال يا باشمهندس. اتفضل. طبعا بالنسبه للتوبولوجي اللي قدامك، معلش ثواني بس يا هندسه، الناس احنا خلصنا، احنا مش هنقول اي حاجه جديده، فلو حد مش انترستد بالاسئله او يعني وراه حاجه او مشغول او عنده دوام الصبح او شغل بكره ممكن يتفضل، يعني ممكن يتفضل. احنا يعني خلاص خلصنا المحاضره، اللي جاي كله هيبقى اسئله، فا اتس اب تو يو، عايزين تكملوا كملوا، لو عايزين تخرجوا من الميتنج براحتكم. اتفضل هندسه. معلش بالنسبه للتوبولوجي باشمهندس، هو الجزء اللي فوق اللي هو الاثنين بيج اي بي دول، هم دول الجزء الخاص بالتراك الاولاني ال تي ام صح كده، ولا التوبولوجي كلها هنشتغل عليها؟ التوبولوجي دي اللي هنشتغل عليها، هنشتغل عليها معظم التراكات بتاعتنا. طيب تمام يا باشمهندس، حضرتك ترفع لنا السيرفرات دي والفي مات الفايلات دي طبعا صح كده؟ هرفعها ان شاء الله باذن الله، يعني هرفع ال هرفع كل يعني الفي مات اللي انتم محتاجينها على الاقل الاول كورس، يعني كل الحاجات دي، لان في ناس زي ما قلت لك مش هتكمل الكورسات كلها وفي ناس هتاخد معانا باتش واحد وكده، فاتليست يعني انا همشي كورس كورس، يعني همشي كورس كورس. الكورس الاساسي اللي هنشتغل عليه دلوقتي ال تي ام ده اللي انا هرفع الفي امات اللي انت محتاج تقوم، الا لو في يوز كيس، يعني واحد قال لي لا والله يا باشمهندس انا عايز بقيه الفي امات وهو اصلا اوريدي مكمل معانا الكورس كله، هديله بقيه الفي امات مفيش مشكله، يعني انا ممكن ارفع كل حاجه للناس كلها من دلوقتي، بس يبقى يعني ملهاش لازمه ان احنا ناخد كل الفي امات دلوقتي، لان في الاول خلينا ماشيين واحده واحده، الا لو انت عايز كده مفيش مشكله ندي للناس الفي امات كلها اتليست الناس اللي مكبله معانا يعني. تمام. طيب حد عنده اي استفسار ثاني يا شباب، اي اسئله يا جماعه؟ في دوكيومنتيشن ثاني بس معلش، هيكون في دوكيومنتيشن لشرح السيرفرات اللي هي الريد والجرين الحاجات دي ازاي نضيفها على الايف ولا هيبقى في لا ازاي تضيفها على الايف، ما انا قلته يعني ازاي تضيفها على الايف نفس الطريقه بتاعه الاف 5، انت عندك على الاف 5 هنا برضو او على الايف عندي فولدر انا مكريته او دايركتوري مكريته اسمه تايني كور لينوكس،
اهو لينوكس تايني كور تمام. فدي دايركتوري تاني موجود هتكريته ليه. احنا انا وتك احنا هنكمل المره الجايه، فانا كده ما خلصتش اللاب يعني. انا لسه المره الجايه ان شاء الله هنقول برضو التفاصيل بتاعت اللاب دي تاني، وهنتكلم في الحاجات اللي احنا لسه ما قلناهاش. انا مش عايز اطول المحاضره بس يعني عادي، خلينا نتكلم. التايني كور لينوكس دي، دي الويب سيرفرز اللي احنا هنشتغل عليه. الايمجيه بتاعته هرفعها لك، هتيجي تحط الايمجيه بتاعت التايني كور لينوكس دي هنا اهو. بعد كده هتلاقيني رافع لك فيديو ازاي تقوم عليها سيمبل ويب سيرفر. هي لينوكس بيست ماشين، بس فيري فيري سمول ماشين، فيري فيري سمول لينوكس ماشين اسمها تايني كور لينوكس. وفي منها واحد كمان للفي ام ورك ستيشن، يعني ممكن تعمل لها داونلود اهو، تايني كور لينوكس. لذيذ قوي يعني، فيري سمول في ام وير او فيري سمول لينكس لينوكس ماشين بتشتغل على ال في ام ورك ستيشن او بتشتغل على الايف زي الفيجن اللي انت منزلها. وادي كده تايني كور لينوكس اون في ام وير او في اي داونلود. تعال نشوف كده، انا ممكن يعني ادور على اللينك بتاعتها وابعتها لكم برضه على الواتساب. ممكن تنزلها كمان هي نفسها على الايف سوري على الفي ام ورك ستيشن. بس ضربت يا باشمهندس زي كات مثلا في واحده اسمها اسماعيل بعد دي اس ال ولا مش عارف اسمها ايه، برضه كانت بتحوالي 50 ميجا برضه لينكس بجي او اي، بس انك تقوم بيه تعمله كسيرفر وتست بيه بس. حلو حلو قوي دي برضو نفس القصه. دي نفس القصه بالظبط، هي نفس القصه كده. حلو قوي دي برضو، لو دي عندك وعايز تنزلها على الفي بورك ستيشن. على فكره المره الجايه هوريكم ازاي تربطوا الحاجات اللي جوه الايف باللي بره الايف، يعني انت ممكن تنزل حاجات جوه الايف وتشغل وتشغلها مع حاجات بره الايف. وانا فعلا انا عامل كده يعني. انا مثلا الفي بورك ستيشن بتاعتي انا منزل ويب سيرفرز هنا اهو، اتنين ويب سيرفر، واحد اسمه F5 ويب وواحد اسمه معرفش تي في اي دبليو اي. دول اتنين ويب سيرفر لينوكس ماشين منزلهم بره الايف، بس رابط اللاب بتاع الايف بتاعي الاف 5 40 جيت الحاجات اللي هنا دي شايفه الحاجات اللي بره، بربطهم براوت الترافيك من هنا لهنا عادي. ممكن اعمل كده وهوريك ازاي تعمل كده المره الجايه. فانت لو عايز تنزل حاجه بره الايف لقيتها بره الايف وسهله تسطبها بره الايف وعايز تربطها باللاب بتاع الايف تقدر تعمل كده برضه. تمام يا باشمهندس. تمام طيب، حد عنده استفسار تاني يا شباب؟ شكرا باشمهندس. بعد اذنك الاول، اللاب محتاج انترنت ولا لا؟ ده السؤال. اللاب محتاج في جزء السيت اب بتاع الويب سيرفرز دي انترنت. لا في السيت اب انا، لكن بعد الفيديو اللي انا هرفعه لك فيه كده. طيب هو اقدر اشغله في بيئه العمل عادي ولا الترافيك هيكون فيه اي مشاكل؟ لان عشان هيبقى فيه مثلا بيبقى فيه رقابه وكده، هل الترافيك بيبقى فيه حاجه ممكن تتشاف كفيروس او كسبام او كهجوم؟ لان انا عندي بيئه العمل عندي الريسورسز عاليه جدا فاقدر استفيد منها، لكن برضو في نفس الوقت هبقى خايف لو في الترافيك فيه حاجه مش طبيعيه بتاع، لان انا شغال حكومه يعني. لا بص، هو يعني هو اللاب ان شاء الله ما فيهوش حاجه، بس انت اضرب طبيعه اصلي يعني. مثلا في يعني في بيئه في انفايرمنت في الشغل يقول لك لا ممنوع تنزل اي حاجه بيرسونال على السيرفرات. مسموح انك تجرب وتتدرب عادي. بس حلو، مسموح يبقى هتخش في لاب سيرفر وتجرب، ما فيش مشكله، ما فيش اتاك، ما فيش اي حاجه ان شاء الله. انما في بيئه عمل يقول لك ممنوع اصلا تنزل اي حاجه حتى لو هي حاجه عاديه ممنوعه. ف يعني انت اللي تعرف مش انا، بس انا اللي اقدر اقول لك ان هو ما فيهوش اي اتاك يعني عادي، مش هيعمل اي حاجه. اي سيرفرات وبتاع ما فيهاش حاجة يعني ميليشيس أو هتعمل حاجة إن شاء الله فيها مشكلة. لو اللاب كله على نفس الماشين مش هحتاج أفتح بورتات على أي ماشين تانية أو كده يعني، ما بحتاجش كونكشن مع أي ماشين تانية؟ لا لا مش محتاجت، هو سيرفر واحد هتنزل عليه كل حاجة زي ما أنا عامل كده، مش تفتح أي كونكشن مع أي حد تاني، شغلك من جوه سيرفر واحد فقط. شكرا. العفو. طيب حد عنده استفسار تاني يا شباب؟ طيب خلينا نقفل النهارده كده ان شاء الله، وان شاء الله نكمل يوم الاربعاء اللي جاي الساعه 7:30 توقيت القاهره، 8:30 توقيت الرياض. اشوفكم على خير يا شباب، والسلام عليكم ورحمه الله.